تمر المنبعات البصرية عبر الوسائط الانكسارية للعين لتصل إلى الشبكية، وتنتج المنبعات البصرية تغييرات فيزيائية وكيميائية في مستقبلات الشبكية. وفي المقابل تثير هذه التغيرات الفيزيائية والكيميائية تغييرات كهربائية تنتقل إلى المخ والجهاز العصبي المركزي. في النهاية يظهر الإحساس البصري بالشكل والمكان واللون. هذه الأحداث في الجانب الحسي للعملية البصرية تؤدي إلى سلسلة من الاستجابات في عضلات العين الخارجية والداخلية. وظيفة الجهاز الحركي للعين توسيع مجال الرؤية عن طريق تحويل مجال الرؤية إلى مجال تثبيت العين على الصورة، إحضار الصورة اللافتة للانتباه ووضعها على الفوفيا، لوضع العينين في وضع متوازي صحيح يسمح بالرؤية المشتركة بالعينين. حركات العين الإرادية تحدث نتيجة سلسلة من النبضات الكهربية التي تنشأ في القشرة المخية، أما حركات العين اللا إرادية تحدث دون وعي. ومن أمثلة حركات العين اللا إرادية عندما تتغير الإضاءة الواقعة على الشبكية تضيق الحدقة أو تتسع، وعندما نميل برأسنا ناحية الكتف تدور العينين حول محورها الأمامي الخلفي في الاتجاه المعاكس لاتجاه دوران الرأس، وعندما تصل المنبهات البصرية إلى الشبكية تتحرك العين لإحضار الصورة اللافتة للانتباه ووضعها على الفوفيا. وإذا اقتربت الصورة من العينين فإن محوري الرؤية للعينين يتقاربان للحفاظ على تثبيت العينين على الصورة. عند النظر إلى صورة في مستوى العينين وكانت العينين متوازيتان بشكل صحيح فسيتم استقبال الصورة في نقطتين متطابقتين على شبكية العينين. وإذا كانت العينين تعملان بشكل طبيعي فستكون الصورتان بنفس الحجم ونفس الإضاءة ونفس اللون. وعلى الرغم من وجود صورتين على شبكية العينين إلا أننا لا نرى إلا صورة واحدة فقط. وعندما يتم التقاط صورة من منطقة معينة في الشبكية فذلك يؤدي إلى الإحساس بوجود الصورة في مكان محدد في الفضاء المرئي. فإذا كانت منطقة الشبكية التي وقعت عليها الصورة على يسار الفوفيا فسيتم رؤية الصورة على أنها موجودة يمين مجال الرؤية. أما إذا كانت منطقة الشبكية التي وقعت عليها الصورة على يمين الفوفيا فسيتم رؤية الصورة على أنها موجودة يسار مجال الرؤية. عند ظهور منبه بصري في مجال الرؤية فإنه يجذب الانتباه لتتحرك العين نحوه حتى تقع صورته على الفوفيا، وترسل إشارة من الشبكية إلى المخ بتحديد اتجاه ومكان الصورة، ثم يتم إرسال نبضات كهربية إلى عضلات العين فتتحرك العين الحركة اللازمة المناسبة لوضع الصورة على الفوفيا. كل نقطة في الشبكية لها قيمة حركية محددة، وكلما بعدت النقطة عن الفوفيا كلما زادت قيمتها الحركية، وكلما اقتربت النقطة من الفوفيا كلما قلت قيمتها الحركية، حتى نصل إلى الفوفيا نفسها التي قيمتها الحركية تساوي صفر. والقيمة الحركية للنقاط الشبكية هي أساس فهم قياس انحراف العين عن طريق اختبار الغطاء والمنشور. النقاط المتطابقة في شبكية العينين هي تلك النقاط التي إذا وقعت صورة عليها فإنها تؤدي إلى الإحساس بوجود صورة واحدة فقط. والدمج الحسي هو توحيد المنبهات البصرية للصورتين المتطابقتين في شبكية العينين إلى صورة واحدة فقط. يؤدي التنبيه البصري لنقاط الشبكية الغير متطابقة إلى الإحساس بوجود الصورة في اتجاهين بصريين مختلفين، فتظهر مزدوجة بدلا من أن تظهر كصورة واحدة. والدمج الحركي هو القدرة على الإبقاء على توازي العينين للسماح بالحفاظ على الاندماج الحسي ورؤية صورة واحدة للمنبه البصري. والدمج الحركي هو وظيفة حصرية للنقاط الشبكية التي تقع بعيدا عن الفوفيا. وفي الدمج الحركي تتحرك العينان في اتجاهين متضادين. وعندما يتم التنبيه البصري للشبكية لنقاط غير متطابقة يصبح الدمج مستحيلا،
وهذه الظاهرة تسمى الباينوكلار ريفلاري. وتنتج الباينوكلار ريفلاري من خلال التنبيه البصري بصورتين بلونين مختلفين أو إضاءتين مختلفين. أما التنبيه البصري لنقطتين متطابقتين بواسطة صورتين مختلفتين فذلك سوف يؤدي إلى رؤية مشوشة للصورة. الهوروبتر هو الموضع لجميع النقاط الشبكية التي لها نظير متطابق في شبكية العين الأخرى. أما منطقة بانوم فهي عبارة عن شريط ضيق حول الهوروبتر يسمح بدمج الصورتين الواقعتين عليه إلى صورة واحدة فقط. ضع إصبعك على مسافة قريبة أمام عينيك ثم حدد صورة أي شيء آخر خلف إصبعك موجود في مسافة بعيدة. انظر إلى الشيء البعيد سيظهر إصبعك مزدوجا، وانظر إلى إصبعك سيظهر الشيء البعيد مزدوجا. هذه الظاهرة تسمى الازدواجية الفسيولوجية الطبيعية. الرؤية ثلاثية الأبعاد أو الرؤية المجسمة هو الترتيب النسبي للصور المرئية، إلا أنه يمكن لعين واحدة التعرف على ثلاثية الأبعاد بعدة طرق. من هذه الطرق مثلا عندما تظهر صورة الشيء كلما ابتعد وتكبر صورته كلما اقترب، وأيضا عن طريق إخفاء جزء من صورة جسم ما بواسطة صورة جسم آخر أمامه. وأيضا عن طريق ملاحظة الظلال الواقعة على الارتفاعات والانخفاضات، أي ملاحظة العمق النسبي للأجسام. وأخيرا إذا كان حجم شيئين معروفا فيمكن أن نحكم على المسافة النسبية لهذه الأشياء من خلال حجمها الظاهر. يوجد في الإنسان ثلاثة أزواج من عضلات العين الخارجية في كل حجاج: زوج من عضلات المستقيمة الأفقية، وزوج من عضلات المستقيمة الرأسية، وزوج من العضلات المائلة. تنشأ العضلات المستقيمة الأربعة من عمق الحجاج وتلتصق بالصلبة أمام خط منتصف كرة العين، بينما تنشأ العضلتان المائلتان من أمام الجانب الداخلي للحجاج وتلتصقان بالصلبة خلف منتصف كرة العين. يؤدي انقباض العضلات المستقيمة الأربعة إلى سحب كرة العين إلى الخلف، بينما يؤدي انقباض العضلات المائلة إلى سحب كرة العين إلى الأمام. تنشأ العضلات المستقيمة الأربعة والعضلة المائلة العلوية والعضلة الرافعة للجفن من منشأ دائري يسمى حلقة زين. حلقة زين هي فتحة بيضاوية تحيط بالقناة البصرية وجزء من شق الحجاج العلوي، ويمر عبر حلقة زين العصب البصري والشريان العيني وأجزاء من العصب المخ الثالث والعصب المخ السادس. تنفصل العضلة المستقيمة العلوية عن سقف الحجاج بواسطة العضلة الرافعة للجفن العلوي. على بعد 10 ملي خلف خط منتصف كرة العين تنحني العضلات المستقيمة الأربعة فجأة نحو كرة العين لتلتصق ببكرات العضلات. تلتصق العضلات المستقيمة الأربعة بالصلبة على شكل لولبي يعرف بلولب تيلوكس، وتكون العضلة المستقيمة الداخلية هي الأقرب إلى القرنية، يليها العضلة المستقيمة السفلية، ثم العضلة المستقيمة الخارجية، ثم العضلة المستقيمة العلوية. طول العضلات المستقيمة الأربعة ثابت إلى حد ما، فيبلغ طول كل منها 40 ملي متر تقريبا. ولكن هناك اختلافات في أطوال أوتار العضلات، فالأطول هو وتر العضلة المستقيمة الخارجية، بينما الأقصر هو وتر العضلة المستقيمة الداخلية. تنشأ العضلة المائلة العلوية من فوق الثقب البصري ثم تسير موازية للجدار الداخلي للحجاج لتصل إلى البكرة العضلية الموجودة عند زاوية التقاء الجدار العلوي مع الجدار الداخلي للحجاج. بعد اجتياز البكرة العضلية تستدير العضلة المائلة العلوية لتشكل زاوية مقدارها 54 درجة مع الجزء الرئيسي للعضلة.
وعلى بعد 10 ملي خلف البكرة العضلية تصبح العضلة وترا، ويمر الوتر تحت العضلة المستقيمة العلوية ثم يخرج ويلتصق بالجانب الخلفي والخارجي للصلبة. يبلغ طول العضلة المائلة العلوية حوالي 40 ملي، ويبلغ طول الوتر حوالي 19.5 ملي. من وجهة النظر الفسيولوجية والحركية، تعتبر البكرة العضلية هي المنشأ الحقيقي للعضلة المائلة العلوية. العضلة المائلة السفلية هي الأكثر بين جميع عضلات العين، حيث يبلغ طولها 37 ملي متر فقط. تنشأ العضلة المائلة السفلية من منخفض ضحل في الحجاج في صفيحة الحجاج للفك العلوي بالقرب من مدخل القناة الدمعية. تسير العضلة المائلة السفلية للخلف وبشكل جانبي بين أرضية الحجاج والعضلة المستقيمة السفلية لتلتصق في الجانب الخلفي والخارجي للصلبة. تكاد تكون العضلة المائلة السفلية عضلية بالكامل وليس بها وتر. يتم تعليق كرة العين داخل الحجاج بواسطة محفظة تينون، وتخترق عضلات العين محفظة تينون لتدخل تحت المحفظة وتلتصق في الصلبة. لذلك يمكن تمييز بين جزء العضلة خارج المحفظة وبين جزء العضلة داخل المحفظة. في جزء العضلة خارج المحفظة يتم تغليف العضلات بغمد العضلات، وتتصل الأغماد العضلية للعضلات المستقيمة الأربعة مع بعضها البعض بواسطة الغشاء العضلي، ويلتصق الغمد العضلي للعضلة المستقيمة العلوية بالغمد العضلي للعضلة الرافعة للجفن العلوي، ويؤدي اندماج غمد هاتين العضلتين إلى ملازمة ارتفاع الجفن العلوي لأعلى مع ارتفاع العين لأعلى. يشكل دمج أغلفة العضلة المستقيمة السفلية والمائلة السفلية وامتدادات أغلفة العضلة المستقيمة الداخلية والخارجية أرجوحة معلقة تدعم كرة العين، ويطلق على هذا النظام اللفافي الرباط المعلق لوكون. تمتلك العضلات المستقيمة الداخلية والخارجية أغشية ليفية تسمى الأربطة. تمتد هذه الأربطة من الجانب الخارجي للعضلة المستقيمة الداخلية والخارجية إلى جدار الحجاج المقابل. يقوم العصب المخ الثالث أو العصب المحرك للعين بالإمداد العصبي للعضلة المستقيمة الداخلية والعضلة المستقيمة العلوية والعضلة المستقيمة السفلية والعضلة المائلة السفلية، وتدخل فروع العصب الثالث عضلاتها من الجانب الداخلي للعضلة. بينما يقوم العصب المخ السادس بالإمداد العصبي للعضلة المستقيمة الخارجية، ويدخل العصب المخ السادس العضلة من الجانب الداخلي للعضلة. أما العضلة المائلة العلوية فيتم الإمداد العصبي لها بواسطة العصب المخ الرابع، ويدخل العصب المخ الرابع إلى العضلة من الجانب الخارجي. يتم الإمداد الدموي لجميع عضلات العين الستة بواسطة الفروع العضلية الخارجية والوسطى للشريان العيني، ويخرج من شرايين العضلات المستقيمة الأربعة الشرايين الهضبية الأمامية، حيث ينبثق من كل وتر من أوتار العضلات شريانان هضبيان باستثناء وتر العضلة المستقيمة الخارجية التي ينبثق منها شريان هضبي واحد فقط. وتخترق الشرايين الهضبية الأمامية الصلبة بالقرب من القرنية لتتحد بعد ذلك مع الشرايين الهضبية الطويلة الخارجية والوسطى لتشكيل الدائرة الشريانية الرئيسية للقزحية. وتخرج الأوردة من عضلات العين متلازمة مع الشرايين، وتفرغ في الأوردة العلوية والسفلية للحجاج. تقوم العين بالدوران حول مركز دوران يقع على بعد 13.5 ملي من مقدمة القرنية، وتدور العين حول أحد المحاور الثلاثة: المحور الأمامي الخلفي والمحور الرأسي والمحور الأفقي. مستوى ديستينج هو مستوى يمر عبر مركز دوران العين وخط منتصف كرة العين،
ويقع محوري الدوران الرأسي والأفقي في مستوى الاستنج أيضا. الدوران حول المحور الرأسي يؤدي إلى حركة العين إلى الداخل وإلى الخارج. الدوران حول المحور الأفقي يؤدي إلى رفع العين أو خفضها. الدوران حول المحور الأمامي الخلفي يؤدي إلى دوران العين الداخلي أو الخارجي. الوضع الأولي للعين يحدث عندما ينظر المرء إلى الأمام مباشرة مع اعتدال الجسم والرأس. والوضع الثانوي للعين يحدث عند حركة العين للداخل والخارج وعند رفع العين وخفضها. أما الأوضاع المائلة لحركة العين فتسمى بالأوضاع الثالثة. فبينما يؤدي انقباض العضلة المستقيمة الخارجية إلى حركة العين إلى الخارج، فإن انقباض العضلة المستقيمة الداخلية يؤدي إلى حركة العين إلى الداخل. عندما تكون العين في الوضع الأولي، فإن العضلة المستقيمة العلوية تعمل على رفع العين وحركة العين إلى الداخل والدوران الداخلي للعين. وإذا تم تحريك العين إلى الخارج بزاوية 23 درجة، فإن محور دوران العين يقترب من المحور الأفقي، وهنا تصبح العضلة المستقيمة العلوية عضلة رافعة للعين فقط. أما إذا تم تحريك العين للداخل بزاوية 67 درجة، فإن محور دوران العين يقترب من المحور الأمامي الخلفي، وهنا تعمل العضلة المستقيمة العلوية على دوران العين للداخل فقط. عندما تكون العين في الوضع الأولي، فإن العضلة المستقيمة السفلية تعمل إلى خفض العين وتحريك العين إلى الداخل والدوران الخارجي للعين. وإذا تم تحريك العين إلى الخارج بزاوية 23 درجة، فإن محور دوران العين يقترب من المحور الأفقي، وهنا تصبح العضلة المستقيمة السفلية عضلة خافضة للعين فقط. أما إذا تم تحريك العين للداخل بزاوية 67 درجة، وهنا تعمل العضلة المستقيمة السفلية على دوران العين للخارج فقط. عندما تكون العين في الوضع الأولي، فإن العضلة المائلة العلوية تعمل على الدوران الداخلي للعين وخفض العين وتحريك العين إلى الخارج. وإذا تم تحريك العين للداخل بزاوية 54 درجة، وهنا تعمل العضلة المائلة العلوية على خفض العين فقط. أما إذا تم تحريك العين إلى الخارج بزاوية 36 درجة، وهنا تعمل العضلة المائلة العلوية على دوران العين للداخل فقط. عندما تكون العين في الوضع الأولي، فإن العضلة المائلة السفلية تعمل على الدوران الخارجي للعين ورفع العين وتحريك العين إلى الخارج. وإذا تم تحريك العين إلى الداخل بزاوية 54 درجة، فإن محور دوران العين يقترب من المحور الأفقي، وهنا تعمل العضلة المائلة السفلية على رفع العين فقط. أما إذا تم تحريك العين إلى الخارج بزاوية 36 درجة، وهنا تعمل العضلة المائلة السفلية على دوران العين للخارج فقط. القوانين الحركية لدوندر دوليستينج تعتبر كل عضلة من عضلات العين الخارجية بمثابة محرك مستقل للعين، وكل انقباض لأي عضلة يؤدي إلى حركة معينة. والعضلة المحركة للعين في اتجاه معين تسمى العضلة النهضة، بينما العضلة المحركة للعين في الاتجاه المعاكس لحركة العضلة النهضة تسمى العضلة الخصب. وعلى ذلك فإن العضلة المستقيمة الداخلية والعضلة المستقيمة الخارجية هما عضلتان خصمان. والعضلتان المحركتان للعين في نفس الاتجاه هما عضلتان متآزرتان. فعلى سبيل المثال العضلة المائلة العلوية والعضلة المستقيمة السفلية كلاهما خافضتان للعين، وبالتالي فهما عضلتان متآزرتان. والعضلات المتآزرة في العينين التي تتسبب في تحريك العينين في نفس الاتجاه تسمى العضلات القرين. فعلى سبيل المثال العضلة المستقيمة الداخلية في العين اليمنى والمستقيمة الخارجية في العين اليسرى تحركان العينين معا إلى اليسار، فهما عضلتان قرينان. ينص قانون شرينجتون للإمدان العصبي العكسي على إذا تلقت العضلة النهضة إمدادا عصبيا بالانقباض، فإنه يتم إرسال إمداد عصبي متساوي مثبط إلى العضلة الخصم للاسترخاء. ينص قانون هيرينج للإمداد العصبي المتساوي على كلما تم إرسال إمداد عصبي لأداء حركة معينة للعين، فإن العضلات النهضة بهذه الحركات في العينين والعضلات المتآزرة والعضلات الخصم والعضلات القرين تتلقى إمدادات عصبية متساوية للانقباض أو الاسترخاء. عندما تقترب الصورة من العينين، فإنه يجب على العين زيادة قوتها الانكسارية لتصبح الصورة مركزة وواضحة. وفي الوقت نفسه أثناء اقتراب الصورة من العينين يجب زيادة الزاوية بين محوري الرؤية، وذلك لجعل الصورة تبقى على الفوفيا. ويحدث العكس عندما تبتعد الصورة عن العينين، فإنه يتم تعديل قوة انكسار العين لتصبح الصورة مركزة وواضحة.
وكذلك تغيير زاوية محوري الرؤية، وذلك لجعل الصورة تبقى على الفوفيا. وتعرف عملية تغيير القوة الانكسارية للعين بالتكيف، ويعرف التغيير في زاوية محاور الرؤية بالتقارب عندما تزداد الزاوية، ويعرف بالتباعد عندما تقل الزاوية. بالإضافة إلى زيادة القوة الانكسارية للعين وزيادة زاوية محوري الرؤية، فإنه يحدث أيضا ضيق حدقة العين. وحدة قياس التكيف هي الديوبتر، فإذا كانت المسافة بين العين والصورة هي 1 متر، يكون مقدار التكيف هو 1 ديوبتر، وإذا كانت المسافة بين العين والصورة 0.5 متر، يكون مقدار التكيف هو 2 ديوبتر، وإذا كانت المسافة بين العين والصورة 0.75 متر، يكون مقدار التكيف هو 3 ديوبتر، وهكذا. أقرب نقطة للتكيف هي المسافة بين العين والصورة، والتي إذا اقتربت الصورة أقرب من هذه المسافة لا يمكن للعين التكيف. أبعد نقطة للتكيف هي المسافة بين اللانهاية وأقرب نقطة للتكيف، ويعرف مقدار التكيف عند الإنسان بالفرق بين التكيف عند أقرب نقطة وعند أبعد نقطة. وحدة قياس الزاوية بين محوري الرؤية للعينين أثناء التكيف هي الزاوية المترية، هي الزاوية بين محوري الرؤية عند النظر إلى صورة تقع على بعد 1 متر من العينين. فإذا كانت المسافة بين العين والصورة 1 متر، فيجب أن نتقارب محوري الرؤية بزاوية مقدارها 1 زاوية مترية، وأن يحدث تكيف بمقدار 1 ديوبتر. أما إذا كانت المسافة بين العين والصورة 0.5 متر، فيجب أن نتقارب محوري الرؤية بزاوية مقدارها 2 زاوية مترية، وأن يحدث تكيف بمقدار 2 ديوبتر، وهكذا. عندما تقوم العينان بقدر محدد من التكيف، يتم مصاحبته بقدر محدد من تقارب محوري الرؤية، ويطلق على التقارب المصاحب لهذا القدر من التكيف اسم التقارب التكيفي، ويطلق على النسبة بينهما اسم نسبة مقدار التقارب التكيفي إلى مقدار التكيف. تنقسم العضلات الخارجية للعين إلى جزئين. الجزء الأول هو الطبقة الخارجية للعضلة، وهي الطبقة المواجهة للحجاج، وتحيط هذه الطبقة بالجزء الثاني أو الطبقة المركزية المواجهة للعين، والتي تتكون من ألياف عضلية أكثر سمكا. نهايات العضلات المستقيمة تكون مشقوقة الشكل، حيث ينتهي الشق الداخلي عند التصاق الصلبة بالعضلة، أما الشق الداخلي فيتجه للخلف حيث يدخل في البكرات العضلية. تبلغ نسبة الألياف العصبية إلى الألياف العضلية في عضلات العين الخارجية حوالي 1 إلى 12، بينما تصل هذه النسبة إلى 1 إلى 125 كما هو الحال في عضلات الجسم الأخرى. وتؤدي هذه الوفرة من الألياف العصبية إلى استنتاج قانون الكل أو لا شيء، أو قانون الأيزوبوليا، والذي ينص على تستجيب الألياف العضلية بأقصى انقباض لأقل كمية من المنبهات العصبية. يتم إمداد عضلات العين الخارجية بثلاثة أنواع من النهايات العصبية، وهي نهايات أحادية عادية، ونهايات عصبية متعددة حول الأوتار تشبه عنقود العنب، وأخيرا نهايات عصبية عبارة عن ألياف دقيقة جدا تنتهي بألياف عضلية أرق. الرسم الكهربي لعضلات العين له قيمة في تقييم حالات الحول الشللي والحول الشللي الكاذب وحالات الوهن العضلي، وفي توضيح الفسيولوجيا المرضية لمتلازمة دوين. هذا رسم كهربي للعضلات المستقيمة الأربعة في وقت واحد عند النظر إلى اليسار، يبين الزيادة المتدرجة في النشاط الكهربي في العضلة المستقيمة الداخلية اليمنى والعضلة المستقيمة الخارجية اليسرى، مع انخفاض مماثل في النشاط في العضلة المستقيمة الخارجية اليمنى والعضلة المستقيمة الداخلية اليسرى. وعند عودة العين إلى الوضع الأولي، تستأنف العضلة المستقيمة الخارجية اليمنى والعضلة المستقيمة الداخلية اليسرى نشاطهما
بينما ينخفض النشاط في العضلة المستقيمة الداخلية اليمنى والعضلة المستقيمة الخارجية اليسرى. قياس قوة الإبصار يتدرج إلى 3 درجات. الدرجة الأولى هي قياس الحد الأدنى من الرؤية، وهي القدرة على اكتشاف وجود أو عدم وجود المنبه البصري. والدرجة الثانية تتعلق بالحد الأدنى للقدرة على اكتشاف الفاصل بين موقع المنبه البصري وبين صورة أخرى لنفس المنبه. أما الدرجة الثالثة لقياس قوة الإبصار فهي القدرة على تحديد وجود أو التمييز بين اختلافات في المنبه البصري. تعتمد قوة الإبصار على موقع المنبه البصري على الشبكية، فتنخفض قوة الإبصار بشكل حاد مع زيادة المسافة بين الصورة والفوفيا، وتكون قوة الإبصار ضعيفة كذلك في الإضاءات المعتمة، حيث تسود في هذه الحالة مستقبلات الشبكية القضيبية. يؤثر حجم حدقة العين أيضا على قوة الإبصار، فبينما تسمح الحدقة المتسعة بدخول المزيد من الضوء إلى العين، إلا أنه يزيد من تأثير الانحرافات البصرية، بينما تقلل الحدقة الضيقة من قوة الإبصار عن طريق تقليل إضاءة الشبكية وعن طريق زيادة تأثير حيود الضوء. تقل قوة الإبصار أيضا مع انخفاض التباين الموضوعي، وتقل قوة الإبصار كذلك عن طريق الترتيب المكاني لخطوط إضافية في مجال الرؤية. للنظارات تأثير كبير على التكيف، فعلى سبيل المثال يتعين على الشخص ذو طول النظر ولا يبتدي نظارات أن يمارس التكيف عند النظر اللانهائي، ويمارسه بطريقة أكثر عند النظر للقريب، ولكن عند ارتداء النظارات لن يضطر الشخص إلى التكيف عند النظر اللانهائي. ومن ناحية أخرى يمكن لقصار النظر وبدون نظارات القيام بعمل قريب دون استخدام التكيف. تعمل عدسات النظارات ذات التصحيح الانكسار الكبير على تغيير الاتجاه الذي تظهر فيه الصورة، وتعمل النظارات على تغيير حجم الصورة، حيث تكون الصورة كبيرة في العدسات المحدبة وصغيرة في العدسات المقعرة. عند اختلاف الانكسار بين العينين تختلف حجم الصورة الواقعة على شبكية العينين. تنقسم الأمراض العصبية العضلية للعين إلى قسمين: الانحرافات الكامنة والانحرافات الظاهرة. يطلق على الوضع الذي تتخذه المحاور البصرية للعينين عند الدمج الحركي بالموضع النسبي للعينين. يتطلب الحفاظ على الوضع الأولي للعين وجود إشارات مستمرة نشطة إلى عضلات العين. الوضع الطبيعي أن يكون محوري الرؤية متوازيان عند النظر للبعيد ومتقاربان عند النظر للقريب، ويطلق على هذا الوضع أورثوفوريا. تعتبر العينان مستقيمتان ومتوازيتان عندما يكون اختبار الغطاء سلبيا عند تغطية أي من العينين. هناك أنواع متنوعة من انحرافات العين، فإذا تقاربت محاور الرؤية للعينين فذلك يسمى الحول الأنسي، وإذا تباعدت محاور الرؤية فذلك يسمى الحول الوحشي. وإذا كان أحد محاور الرؤية أعلى من الآخر فذلك يسمى الحول العلوي، أما إذا كان أحد محاور الرؤية أسفل من الآخر فذلك يسمى الحول السفلي. أما إذا كانت العين مستديرة حول محورها الأمامي الخلفي فذلك يسمى الحول الدوراني، إما حول دوراني داخلي أو حول دوراني خارجي. ممكن أن يحدث الحول في أحد شكلين رئيسيين: الحول التوافقي، حيث يكون الانحراف هو نفسه في جميع اتجاهات النظر، والحول الغير التوافقي، حيث يختلف الانحراف باختلاف اتجاهات النظر. قد يكون انحراف العين انحرافا ثابتا موجودا طول الوقت، كما هو الحال في الحول الأنسي المستمر والحول الوحشي المستمر، أو انحرافا متقطعا
يظهر احيانا ويختفي احيانا كما هو الحال في الحول الانسي المتقطع والحول الوحشي المتقطع. وقد يكون الحول الانسي حول انسي تكيفي او حول انسي غير تكيفي. سلوك الرؤية في مريض الحول يكون على نوعين: رؤية أحادية الجانب حيث يستخدم المريض عينا واحدة فقط عند النظر إلى الصورة كما هو الحال في الحول الأنسي الأيمن والحول الوحش الأيسر، أو رؤية تبادلية حيث يستخدم المريض العينين بطريقة متناوبة عند النظر إلى الصورة. الانحراف الذي يظهر عند الولادة اسمه الحول الخلقي، والذي يظهر بعد ذلك اسمه الحول المكتسب. إذا كانت العضلة لا تنقبض على الإطلاق فذلك يسمى الحول الشللي، أما إذا كان انقباض العضلة ضعيفا فذلك يسمى الشلل الجزئي للعضلة. قد يكون الشلل العصبي للعضلات سببه ناتج من سبب فوق النواة أو سبب في النواة نفسها أو سبب تحت مستوى النواة. وقد ينتج الحول نتيجة مرض في العضلات نفسها، فقد يحد التغيير الهيكلي للعضلة من قدرتها على العمل بشكل طبيعي. ويحدث حول أمراض الحجاج بسبب تشوهات عظام الحجاج أو الوجه كما هو الحال في خلل التنسج القحفي الوجهي واستسقاء الدماغ وانحراف البكرات العضلية. العوامل التشريحية المؤدية للحول هي اتجاه الحجاج وحجمه وشكله، وحجم وشكل العين، وحجم ولزوجة الأنسجة خلف العين، وطريقة أداء عضلات العين من خلال منشأها ودخولها في الصلبة وطولها ومرونتها وهيكلها والترتيب التشريحي لها وحالة اللفافة المحيطة بها والأربطة والبكرات. العوامل العصبية المؤدية للحول هي كل النبضات العصبية التي تصل للعين وتشمل الحركات المشتركة لعضلات العين الخارجية مع عضلات العين الداخلية، وتأثيرات جهاز الاتزان على عضلات العين عن طريق الجهاز الدهليزي للأذن أو عضلات الرقبة، وتأثيرات العديد من المناطق النووية وفوق النووية التي تحكم حركة العين. يمكن للشخص التغلب على الحول الكامن من خلال توزيع نبضات كهربية على عضلات العينين بحيث تكون محاورهم البصرية متوازية عند النظر للبعيد ويتم توجيهها بشكل صحيح عند النظر للقريب. ما يهم هو مقدار انحراف العين وقدرة الدمج الحركي للصورتين على التغلب عليه. فإذا كانت قدرة الدمج الحركي غير كافية للتعامل مع مقدار الانحراف فهنا تظهر أعراض الإهجاد البصري وازدواج الرؤية. وللتغلب على الإهجاد البصري أو ازدواج الرؤية يستخدم الإنسان خاصية القمع أو إحباط الصورة المزدوجة. من خلال قمع الصورة من عين واحدة تقل أعراض الإهجاد البصري وازدواج الرؤية وقد تختفي تماما. يتم تقدير حدة البصر عند الرضع بعدة طرق: أولا عن طريق إحداث رقرقة، عن طريق تمرير سلسلة من الخطوط السوداء والبيضاء المتعاقبة، ويمكن تقدير أصغر عرض للخطوط السوداء والبيضاء القادرة على إحداث الرقرقة كمقياس لحدة الإبصار. ثانيا عن طريق تقنية تفضيل النظر، وتعتمد هذه التقنية على حقيقة أن انتباه الرضيع ينجذب إلى المنبهات المنقوشة أكثر من انتباهه إلى المنبهات المتجانسة. ثالثا عن طريق تقنية الرسم الكهربي للتنبيه البصري، حيث يتم استخدام مجموعة متنوعة من المحفزات البصرية وطرق التسجيل لقياس نشاط القشرة المخية وتقييم حدة البصر عند الرضع.
وهذه التقنية مفيدة للغاية في جمع المعلومات حول نضج الوظائف المرئية للرضيع، وكذلك تحدد هذه التقنية ما إذا كانت استجابة العينين مختلفة لنفس المحفز البصري. قياس حدة البصر لدى الأطفال في سن ما قبل المدرسة باستخدام لوحة علامات حرف الإي. فبالنسبة للطفل ما قبل المدرسة فإن الحرف إي لا معنى له، ومن الممكن أن تحدد الطفل عنه كحيوان له ثلاثة أرجل، وقد يستبدل البعض حرف الإي بصورة اليد، فعند بعض الأطفال يكون هذا أفضل. قياس حدة البصر لدى الأطفال والبالغين في سن المدرسة. عند اختبار الأطفال في سن المدرسة والبالغين يستخدم طبيب العيون أي من أنظمة لوحات العلامات وأجهزة العرض الأخرى المستخدمة بشكل روتيني في فحص المرضى. جزء أساسي من فحص أي مريض مصاب بالحول هو تحديد مقدار قوة الانكسار للعينين، ويجب إجراء هذا الفحص باستخدام أطارات توسيع الحدقة المعوقة لانقباض الجسم الهدبي. وأخيرا، يعد فحص قاع العين جزء لا يتجزأ من فحص أي مريض، ولكنه أحيانا نضطر لاستخدام التخدير الكلي لإجراء هذا الفحص، فذلك يسمح للطبيب بإجراء فحص شامل ومفصل ومتقن لقاع العين. مراقبة الجفون والفرجة الجفنية. إذا كانت الفرجة الجفنية في العينين مختلفتين في الاتساع، فيجب مراعاة إمكانية وجود ارتخاء حقيقي أو كاذب في الجفن العلوي. قد تخلق الطاية اللحمية بالجفون مظهر كاذب للحول الأنسي. يجب مراقبة أيضا شكل الفرجة الجفنية، مع الوضع في الاعتبار أن الفرجة الجفنية المنغولية والفرجة الجفنية العكس منغولية تكون عادة مصاحبة للمرضى الذين يعانون من الحول ذو الأنماط A و V. ويجب مراقبة الوضع النسبي للعين، وأفضل وسيلة لذلك هو جعل المريض يثبت نظره على ضوء قلم الفحص. وقد تخلق المسافة الصغيرة بين الحدقتين انطباعا بوجود حول أنسي، في حين أن المسافة الكبيرة بين الحدقتين تخلق انطباعا بوجود حول وحشي. وقد يخلق عدم تطابق نصفي الوجه أيضا انطباعا بوجود حول علوي. كما يجب مراقبة زاوية كابا، وهي الزاوية الناتجة من تقاطع المحور البصري للعين مع محور الحدقة. ولذلك عندما تقوم العين بتثبيت النظر على ضوء القلم، يظهر انعكاس الضوء على القرنية ناحية الأنف قليلا جدا وليس في المركز. في هذه الحالة تعتبر زاوية كابا موجبة القيمة، وهذا هو الوضع الطبيعي المفترض. وزاوية كابا الموجبة الكبيرة قد تخلق انطباعا بوجود الحول الوحشي الكاذب، بينما زاوية كابا السالبة حيث يكون انعكاس الضوء للخارج تخلق انطباعا بوجود الحول الأنسي الكاذب. وفي حالات احتلال الشبكية عند المبتسرين، وحالات التهاب الشبكة التوكسوكارا، وحالات طيات الشبكية الخلقية، يحدث إزالة خارجية لمركز الشبكية يؤدي إلى خلق زاوية كابا موجبة كبيرة. وكذلك يجب مراقبة الوضع الغير طبيعي للرأس. في المرضى الذين يعانون من رأى ذات النقطة الخامدة، يحافظ المريض على رأسه متجها إلى الموضع الذي تقل فيه أو تختفي الرأراء، ويميل المرضى الذين يعانون من كسل شديد في إحدى العينين أحيانا إلى تحويل رؤوسهم في اتجاه بعيد عن العين الكسولة. والمرضى الذين يعانون من الحول الأنسي الطفولي والرأراء الكامنة الظاهرة، ومرضى تفضيل تثبيت النظر القوي بعين واحدة، غالبا ما يتجه وجههم نحو جانب العين السليمة. تتخذ الرأس مواضع غير طبيعية في مرضى الحول الشلل الحاد، إما على شكل رفع الذقن لأعلى أو إنزالها لأسفل، أو عجاج الرأس لليمين أو اليسار، أو بإمالة الرأس ناحية إحدى الكتفين. يتم وضع غطاء أمام العين التي يبدو أنها تثبت النظر. فإذا كان المريض يعاني من الحول وكانت العين المثبتة هي المغطاة، فستقوم العين الأخرى بالتحرك لتتولى تثبيت النظر. فإذا كان المريض يعاني من الحول الأنسي، فإن العين المكشوفة تقوم بالتحرك للخارج، وإذا كان المريض يعاني من حول وحشي، فإن العين المكشوفة ستقوم بالتحرك للداخل، وإذا كان المريض يعاني من حول علوي، فإن العين المكشوفة
تقوم بالتحرك لأسفل، وإذا كان المريض يعاني من حول سفلي فإن العين المكشوفة ستقوم بالتحرك لأعلى. أما إذا لم تكن هناك حركة للعين المكشوفة يتم تغطية تلك العين ويتم ملاحظة العين الأخرى. بمجرد إجراء تشخيص وجود الحول يجب تحديد سلوك تثبيت النظر. في حالة تثبيت النظر الأحادي عند كشف الغطاء عن العين السليمة ستستأنف العين فورا تثبيت النظر وتعود العين الأخرى إلى موضعها المنحرف، كما يتضح ذلك في الحول الأنسي الأحادي والحول الوحش الأحادي والحول العلوي الأحادي والحول السفلي الأحادي. أما في حالة تثبيت النظر بالتبادل ستستمر العين المنحرفة سابقا في تثبيت النظر بعد إزالة الغطاء عنها، كما يتضح ذلك في الحول الأنسي التبادلي والحول الوحش التبادلي والحول العلوي التبادلي. ويحدد اختبار الغطاء وكشف الغطاء أيضا ما إذا كان المريض يعاني من حول كامن، فعند تغطية عين واحدة ثم تغطية العين الأخرى بينما يحافظ المريض على تثبيت النظر، وعند إزالة الغطاء إذا كان المريض يعاني من حول كامن فإن العين المغطاة ستنحرف تحت الغطاء، وعندما يتم كشف الغطاء فإن العين ستتحرك في الاتجاه المعاكس لإعادة تثبيت النظر. ويمكن تلخيص النتائج المحتملة لاختبارات الغطاء وكشف الغطاء على النحو التالي: أولا، عند تغطية العين التي تبدو أنها تثبت النظر إذا لم تتحرك العين الأخرى، إذن كان هناك تثبيت للنظر بهذه العين قبل وضع الغطاء، ولكن إذا تحركت العين الأخرى فهذا يعني وجود حول بهذه العين قبل وضع الغطاء. ثانيا، عند كشف الغطاء عن العين إذا تحركت العين المكشوفة ولم تتحرك العين الأخرى فهذا يعني وجود حول، ولكن إذا لم تكن هناك حركة في أي من العينين وانحرفت العين المكشوفة واستمرت العين الأخرى في تثبيت النظر فهذا يعني وجود حول تبادلي. ثالثا، كشف غطاء العين إذا قامت العين المكشوفة بالحركة لتثبيت النظر وانحرفت العين الأخرى فهذا يعني وجود حول تبادلي. أخيرا، عند تغطية العين التي تبدو أنها تثبت النظر ولم تتحرك العين الأخرى المنحرفة فهذا يعني تثبيت لا مركزي للنظر. عند وضع الغطاء على العين السليمة في رضيع مصاب بالحول ويظهر في العين الأخرى حركات الرئرئة، فهناك احتمال في هذه الحالة أن حدة البصر لتلك العين منخفضة ويجب الاشتباه في وجود الكسل. واختبار الغطاء مفيد أيضا في تشخيص ارتخاء الجفن الكاذب، ففي حالة وجود ارتخاء الجفن الكاذب فإن الارتخاء سوف يختفي تماما عندما يتم تغطية العين الأخرى. وقد تم تقديم تعديل مفيد لاختبار الغطاء بواسطة سبيلمان باستخدام غطائه الشفاف، حيث تم تبسيط تشخيص الحول لأنه يمكن للفاحص ملاحظة انحراف العين المغطاة دون الحاجة إلى إزالة الغطاء. وتسمح تغطية كلتا العينين بغطاء سبيلمان، ففي الحول الأنسي التكيفي تستقيم العينان بعد تغطية كلتا العينين، بينما في الحول الأنسي الغير تكيفي سيستمر الحول الأنسي. طرق قياس الانحراف: اختبار المنشور والغطاء. في حالة وجود حول عند وضع غطاء أمام العين السليمة فإن العين المنحرفة تتحرك في اتجاه معاكس للانحراف لتقوم بتثبيت النظر، ولذلك نضع المنشور أمام العين المنحرفة بحيث تكون قوة المنشور كافية لمنع العين من التحرك. ولقياس الحول الأنسي يتم وضع المنشور قاعدته للخارج، والحول الوحشي يتم وضع المنشور قاعدته للداخل، والحول العلوي يتم وضع المنشور قاعدته لأسفل، والحول السفلي يتم وضع المنشور قاعدته لأعلى. ثم تزداد قوة المنشور تدريجيا حتى تتوقف العين عن التحرك، وتكون قوة المنشور هنا هي مقياس للانحراف. القياس باستخدام جهاز السينوبتو 4
يتم قياس الانحراف عن طريق تحريك أذرع السينوبتوفور بحيث تسقط صور الهدف على الفوفيا. اختبار انعكاس القرنية أو اختبار هيرشبرج. وجد هيرشبرج أن كل 1 ملي من انحراف انعكاس الضوء على القرنية يساوي 7 درجات من انحراف العين. وباستخدام مسطرة يمكن قياس انحراف انعكاس ضوء القرنية الذي يحدث في العين المنحرفة، ثم يتم تحويل هذه القيمة الخطية إلى زاوية الانحراف. اختبار كريميسكي. يوضع المنشور أمام العين المنحرفة إلى أن يصبح انعكاس ضوء القرنية في العين المنحرفة في الوسط. ومقدار قوة المنشور اللازمة لتحقيق ذلك هو مقياس الانحراف. اختبار كريميسكي المعدل، حيث تكون زاوية الانحراف هي مقدار قوة المنشور التي تسبب حركة في العين السليمة تجعل انعكاس ضوء القرنية في العين المنحرفة في الوسط. اختبار بروكنر، يوجه الضوء الساطع المنبعث من منظار العين المباشر إلى عيني المريض في وقت واحد من مسافة 1 متر في غرفة شبه مظلمة، ونلاحظ موقف انعكاس القرنية والاختلافات في سطوع قاع العين بين العينين. ففي وجود الحول يكون سطوع قاع العين في العين السليمة أغمق منه في العين المنحرفة. رسم وتصوير قاع العين. يعد رسم وتصوير قاع العين طريقتين مساعدتين مفيدتين لتشخيص وقياس كمية الانحراف. فكرة اختبارات ازدواج الرؤية تقوم على الفصل بين المجالين المرئيين بطرق مختلفة، مثل وضع نظارة حمراء أمام إحدى العينين ونظارة خضراء أمام العين الأخرى. وفي حالة استقامة العينين سيتم دمج الصورتين المرئيتين إلى صورة واحدة، ولكن في حالة الحول سترى الصورتان المرئيتان مزدوجتان، والمسافة بين الصورتين هنا هي مقياس لمقدار الانحراف. اختبار النظارة ذات الزجاج الأحمر. يتم وضع زجاج أحمر أمام عين واحدة، ثم يقوم المريض بتثبيت النظر على مصدر ضوء. في حالة استقامة العينين يتم دمج الضوء الأحمر مع الضوء الأبيض معا. وفي حالة الحول الأنسي ستقع صورة نقطة تثبيت النظر في العين المنحرفة على المنطقة الداخلية للشبكية، ولذلك يكون هناك ازدواج غير متقاطع من الضوء الأحمر والضوء الأبيض. أما في حالة الحول الوحشي تقع صورة نقطة تثبيت النظر في العين المنحرفة على المنطقة الخارجية للشبكية، ولذلك يكون هناك ازدواج متقاطع من الضوء الأحمر والأبيض. اختبار صليب مادوكس. إذا كان ضوء تثبيت النظر الأبيض في وسط صليب مادوكس، فيجب على المريض تحديد الرقم الذي سيظهر بالقرب منه الضوء الأحمر، ويشير هذا الرقم إلى مقدار الانحراف. مجالات الإزدواج. عند وضع النظارات الحمراء والخضراء أمام عيون المريض يتم استخدام هذا الاختبار لتحديد وجود ومقدار الانحرافات في المواضع الأساسية 9، ولتحديد مسافات الصور المزدوجة وتمثيلها على الرسم البياني المناسب. مقياس تانجت هو مقياس به ضوء تثبيت في وسطه. يرتدي المريض زجاجا أحمر أمام عين واحدة ويشير إلى موضع الضوء الأحمر على المقياس لقياس مقدار الانحراف. اختبار أعواد مادوكس. هذه النظارات المكونة من أعواد زجاجية تنتج خطوط رأسية وأفقية لقياس الانحراف الأفقي والرأسي. إذا لم يمر الخط من خلال ضوء تثبيت النظر يتم وضع مناشير ذات قوة متزايدة أمام العين حتى يمر الخط من خلال ضوء تثبيت النظر. ومقدار قوة المنشور المطلوبة لتحقيق هذا الهدف هو مقياس للانحراف. اختبار جناح مادوكس. يمكن أيضا قياس مقدار الانحراف في تثبيت النظر باستخدام اختبار جناح مادوكس أو الأجهزة الأخرى المماثلة التي تستند كلها على فكرة ازدواج الرؤية.
اختبار لانكستر الأحمر والأخضر. يجهز المريض بنظارات باللون الأحمر والأخضر، ويتم استخدام جهازي عرض، جهاز عرض أخضر يتعامل معه المريض، وجهاز عرض أحمر يتعامل معه الفاحص، ويتم فصل الخطين على الشاشة بمقدار يتوافق مع انحراف المحاور المرئية. اختبار شاشة هس. يستخدم هذا الاختبار خصيصا لتشخيص حالات الحول الشللي، ويرتدي المريض نظارات باللون الأحمر والأخضر، ويرى الدائرة الحمراء بعين واحدة والدائرة الخضراء بالعين الأخرى، ويطلب منه وضع الدائرتين فوق بعضهما البعض، ويتم تحديد قياسات زاوية الحول التي تعتمد على فصل الصورة بالنظارات الحمراء والخضراء. القياس باستخدام جهاز السينوبتو 4. يتم قياس الانحراف عن طريق تحريك أذرع السينوبتو 4 بحيث تسقط صور الهدف على الفوفيا. قياس الانحرافات الدورانية. اختبار مادوكس مزدوج الأعواد. من أجل التحديد الكمي للانحراف الدوراني، يتم وضع نظارات الأعواد الحمراء والبيضاء، الحمراء أمام العين اليمنى والبيضاء أمام العين اليسرى، ويتم محاذاة اتجاه الأعواد الزجاجية مع علامة 90 درجة في الإطار. في حالة استقامة العينين سيتم دمج الخطوط البيضاء والحمراء. أما إذا ظهر الخط الأحمر مائلا نحو الأنف، فهذا يعني أن العين اليمنى بها حول دوراني للخارج. يتم تدوير أعواد مادوكس الأحمر حتى يظهر الخط الأحمر متراكبا مع الخط الأبيض، ومقدار التدوير اللازم لتحقيق ذلك هو مقياس لزاوية الحول الدوراني. أما إذا ظهر الخط الأحمر مائلا نحو الأذن، فهذا يعني أن العين اليمنى بها حول دوراني للداخل. يتم تدوير أعواد مادوكس الأحمر حتى يظهر الخط الأحمر متراكبا مع الخط الأبيض، ونظارات باجوليني المخططة تماما مثل أعواد مادوكس تنتج هذه النظارات صورة لخطوط بيضاء عمودية، ويتم وضع النظارات مع توجيه محاور التخطيط إلى درجة 90 درجة في الإطار، وتقاس زاوية الحول الدوراني عن طريق تدوير الزجاج حتى يحدث الدمج. السينوبتو 4. يتم تدوير الصور الموضوعة في أذرع هذا الجهاز حتى تتوقف حركة العين التي تقوم بتثبيت النظر، ويمكن قراءة مقدار الانحراف الدوراني معبرا عنه بالدرجات. حول الدي في دي. في هذا الحول تتحرك العين لأعلى تحت الغطاء، وبعد ذلك بعد إزالة الغطاء تقوم العين بالتحرك ببطء للأسفل. يعتبر غطاء سبيلمان مفيدا جدا بشكل خاص في تشخيص هذه الحالة. مراقبة حركات العينين في الاتجاهات الأساسية 9 من خلال جعل المريض يتبع هدف تثبيت النظر، بينما يتم مراقبة حركة عين واحدة من خلال تغطية أحد العينين، ومراقبة حركات العين الأخرى في الاتجاهات الأساسية 9 من خلال جعل المريض يتبع هدف تثبيت النظر. قد يحدث ارتفاع للعين عند النظر للداخل في حالات فرط نشاط العضلة المائلة السفلية وشلل العضلة المستقيمة العلوية المقابلة وحول الدي في دي وفي متلازمة دوين. وقد يحدث انخفاض للعين عند النظر للداخل في حالات فرط نشاط العضلة المائلة العلوية وشلل العضلة المستقيمة السفلية المقابلة وفي متلازمة دوين. قياس تقارب العينين بالمنشور. يطلب من المريض تثبيت النظر على الصورة، ثم يتم وضع منشور أمام عين واحدة، وتدريجيا تزداد قوة المنشور إلى أن يرى المريض الزواج الرؤية. ومقدار قوة المنشور هنا يمثل قياس مقدار قدرة المريض على الدمج.
يتم تحديد أقرب نقطة للتكيف عن طريق وضع صورة على بعد 30 إلى 40 سنتي في المستوى الأوسط لرأس المريض، ويطلب من المريض الحفاظ على تثبيت النظر على الصورة، ثم يتم تحريك الصورة نحو العينين حتى تفقد إحدى العينين القدرة على تثبيت النظر وتنحرف إلى الخارج، والمسافة التي يحدث عندها ذلك هو قياس لأقرب نقطة للتكيف. نضع صورة في مسافة القراءة ونطلب من المريض الإبقاء على تقارب العينين بعد إزالة الصورة. سنجد أنه سيستطيع بعض المرضى إبقاء عيونهم متقاربة حتى في حالة عدم وجود الصورة القريبة. عندما يكون هناك حول ظاهر تنحرف صور الأشياء فلا تسقط الصور على الفوفيا، وكلما زاد الحول زاد انحراف الصور عن الفوفيا. وعندما يصبح دمج الصورتين مستحيلا تحدث نتيجتان مقلقتان. أولا تقع صورتان مختلفتان على الفوفيا وبالتالي يتم رؤيتها في نفس الاتجاه البصري فيحدث تداخل بين الصورتين، هذه الظاهرة تسمى الارتباك البصري. ثانيا تسقط صورتان متطابقتان على نقطتين غير متطابقتين على الشبكية فتقع صورة منهما على الفوفيا بينما تقع الصورة الأخرى على طرف الشبكية للعين الأخرى، هذه الظاهرة تسمى ازدواج الرؤية. آليات تجنب ازدواج الرؤية والارتباك هي قمع الصورة، ويعرف القمع بأنه تثبيت الصورة المربكة التي تنشأ من شبكية العين المنحرفة. والتوافق الشاذ هو دمج حسي للصورتين الواقعتين على نقطتين غير متطابقتين في الشبكية، الفوفيا في العين السليمة ومنطقة طرفية في شبكية العين الأخرى. الأسباب الأكثر شيوعا لزواج الرؤية بعين واحدة هي تغيرات العدسة، أمراض القرنية والجسم الزجاجي، ضغط الجفن العلوي على القرنية، إصابات الدماغ، جلطات الدماغ. وتختفي ازدواج الرؤية الأحادية عندما ينظر المريض من خلال الثقب المركزي. يحدد اختبار نظارة الزجاج الأحمر نوع ازدواج الرؤية، ففي الحول الأنسي تكون الازدواجية غير متقاطعة بينما في الحول الوحشي تكون الازدواجية متقاطعة، وفي الحول العلوي أو السفلي تكون الازدواجية رأسية، وأخيرا في الحول الدوراني تكون الازدواجية التوائية. قد يحدث القمع لصورة عين واحدة في حالات الحول أحادي الجانب، أو يحدث قمع متناوب في حالات الحول التبادلي. يمكن رسم مجال الرؤية بواسطة أي نوع من الأجهزة المعروفة باستخدام تمايز الألوان مثل النظارات ذات اللون الأحمر والأخضر، وذلك يسمح باكتشاف القمع الأحادي والقمع المتناوب. ففي حالات الحول الأحادي توجد بقع عمياء في العين المنحرفة، ولكن في حالات الحول التبادلي تكون البقع العمياء متناوبة في العينين. ويمكن رسم مجال الرؤية ومسح شبكية العين للكشف عن وجود البقع العمياء، كما يمكن الحصول على نتائج مماثلة من خلال جهاز الشاشة والمرايا لرسم خرائط رسم البقع العمياء في مرضى الحول. كما يمكن تقدير اتساع البقع العمياء باستخدام المنشور من خلال وضع مناشير ذات قوة متزايدة أمام العين، سنصل إلى المنشور الذي يسبب ازدواج الرؤية. في هذه الحالة الصورة التي تم قمعها خرجت خارج البقع العمياء إلى منطقة شبكية غير مكبوتة، وقوة المنشور المطلوب لإنتاج الازدواج هو مقياس حجم البقع العمياء. الاختبار الأكثر فعالية لقياس قمع الفوفيا هو قياس حدة البصر لكل عين باستخدام لوحة بروجكت أو تشارت، فسيشير انخفاض حدة البصر لعين واحدة في حالة اختبار العينين معا إلى وجود قمع الفوفيا. ويمكن أيضا تشخيص القمع من خلال اختبار النقاط الأربعة الورث، ففي حالة الدمج الطبيعي يلا المريض النقاط الأربعة، أما في حالة التوافق الشاذ في شبكية العينين إذا كان المريض يرى فقط الأضواء الخضراء الثلاثة من العين اليسرى فهذا هو القمع الأيمن، وإذا رأى الضوءان الأحمران فقط من العين اليمنى
فهذا هو القمع الأيسر. وإذا كان تنقل بين رؤية الضوئان الأحمران والثلاثة أضواء الخضراء فهذا قمع تبادلي، وإذا رأى خمسة أضواء فقد تظهر الأضواء الحمراء إلى اليمين في حالة الحوالي الأنسي، أو تظهر الأضواء الحمراء إلى يسار الأضواء الخضراء في حالات الحوالي الوحشي. لجعل المريض يدرك وجود الصورة المكبوتة للعين المنحرفة يجب تقليل إضاءة شبكية العين باستخدام سلم الفلاتر الأحمر، ونزيد الفلاتر تدريجيا إلى أن يرى المريض رؤية مزدوجة، وكلما زاد قوة الفلتر كلما زاد القمع. ويمكن للمرضى الذين يعانون من الحول الأنسي بدرجة 30 إلى 40 درجة ديوبتر لتجنب الزواج الرؤية عن طريق وضع صورة العين المنحرفة على المنطقة العمياء للقرص البصري. اختبار الفلتر الأحمر في حالات الدمج الطبيعي يرى المريض الصورة الحمراء والصورة البيضاء مندمجتين. أما في مرضى الحول الذين لديهم توافق طبيعي في شبكية العينين سوف يرون ضوئين، أحدهما أحمر والآخر أبيض. تظهر الصورتان متقاطعتان في حالات الحول الأنسي وغير متقاطعتين في الحول الوحشي. للتمييز بين القمع والتوافق الشاذ يتم وضع منشور عمودي قاعدته لأعلى أمام العين المنحرفة، ففي حالة القمع سأنقل المنشور الصورة البيضاء إلى أسفل وإلى يمين الصورة الحمراء. أما في حالة توافق الشاذ في شبكية العينين تظهر الصورة البيضاء أسفل الصورة الحمراء مباشرة. يتم إجراء اختبار الصورة اللاحقة باستخدام فلاش الكاميرا لإنتاج صورة عمودية في عين واحدة وصورة أفقية في العين الأخرى، وتكون الصورة اللاحقة الناتجة هي صورة خط به فتحة في منتصفه وهي تمثل الفوفيا. فإذا كانت الصورة اللاحقة العمودية بفتحتها المركزية تعبر مركز الصورة الأفقية اللاحقة فهذا يعني أن هناك توافق طبيعي في شبكية العينين. ولكن إذا ظهرت الصورة اللاحقة العمودية بفتحتها المركزية يسار أو يمين الفتحة في الصورة الأفقية اللاحقة فهذا يعني أن هناك توافق شاذ في شبكية العينين. نظارات باجولين المخططة في حالات التوافق الطبيعي في شبكية العينين مع وجود الدمج الطبيعي يمكن للمريض رؤية خطين متقاطعين في المركز. أما إذا أبلغ المريض الذي يعاني من حول ظاهر عن خطين متقاطعين في المركز فذلك يعني أن هناك توافق شاذ في شبكية العينين، وإذا أبلغ المريض عن خط واحد فقط فهذا يعني وجود قمع. أما إذا أبلغ المريض عن شريطين منفصلين عن بعضهما البعض أو متقاطعين في الجزء المحيطي من الخطوط فهذا يعني وجود ازدواج الرؤية. وإذا أبلغ المريض عن وجود خط واحد فقط ثم أبلغ عن وجود الخط الآخر فهذا يعني وجود الحول التبادلي. يمكن رؤية صورة هدفين مختلفين مندمجتان معا. أما في حالة وجود توافق شاذ في شبكة العينين وإذا كان المريض يعاني من حول أنسي فسيكون هناك ازدواج الرؤية المتقاطع، وإذا كان المريض يعاني من حول وحشي فسيكون هناك ازدواج الرؤية الغير متقاطع. الكسل الوظيفي الناتج عن الحول يكون دائما أحادي الجانب وينتج عن التظبيط المستمر للصورة الواقعة على الفوفيا للعين المنحرفة، ويحدث هذا التظبيط بسبب تداخل الصورتين الموجودتين على الفوفيا والتي تنتقل إلى المراكز البصرية بالمخ من شبكية العين السليمة وشبكية العين المنحرفة. الكسل الوظيفي الناتج عن التباين الانكساري بين العينين والذي ينتج عنه التظبيط النشط المستمر لأحد العينين للتغلب على تداخل صورتين، صورة واضحة والأخرى مشوشة. الكسل الوظيفي الناتج عن حرمان العين من الإبصار يحدث عند الأطفال المصابين بالمياه البيضاء الخلقية أو عتمات القرنية أو إغلاق العين لفترات طويلة أو ارتخاء الجفن الخلقي لأحد العينين. الكسل الوظيفي للعين السليمة قد يحدث أثناء محاولة علاج العين الكسولة إما بواسطة تغطية العين السليمة لفترات طويلة وهو ما يطلق عليه كسل التغطية. الكسل الوظيفي العضوي
ويحدث في المرضى الذين يعانون من فقدان الرؤية بسبب مرض عضوي مثل أمراض القرنية أو العدسة أو الشبكية أو العصب البصري. الكسل الوظيفي الناتج عن الرئرئة ويحدث في حالات الرئرئة الكامنة والرئرئة الظاهرة. يمكن اكتشاف تفضيل تثبيت النظر بأحد العينين من خلال ملاحظة وجود رئرئة للعين المنحرفة عند تغطية العين السليمة. ويمكن أيضا اكتشاف تفضيل تثبيت النظر من خلال ملاحظة طول الفترة الزمنية اللازمة للعين لاستئناف تثبيت النظر بعد رفع الغطاء من على العين. فإذا حدث هذا بعد بضع ثواني وقبل الرمشة التالية فهذا يعني وجود تفضيل تثبيت نظر واضح لهذه العين. من وجهة النظر الإكلينيكية يعتبر وجود فرق بين حدة إبصار العينين بمعدل سطرين في لوحة علامات قياس النظر يعتبر معيار تشخيصي للكسل الوظيفي. تقلل فلاتر الكثافة حدة الإبصار بشكل كبير في العين المصابة بأمراض الشبكية أو المياه الزرقاء، في حين أن حدة إبصار العين المصابة بالكسل الوظيفي لا تقل عند وضع فلاتر الكثافة. من المهم دائما في المرضى الذين يعانون من الكسل الوظيفي مقارنة حدة إبصار المريض باستخدام لوحة العلامات التي تعرض رموزا عديدة متجاورة وتلك التي تعرض رمزا واحدا منفردا. فالمرضى الذين يعانون من الكسل الوظيفي قادرون على التمييز بين رموز حدة البصر الصغيرة عند عرضها منفردة، وفي المرضى الذين يعانون من الكسل الوظيفي تكون حدة الإبصار عند النظر للقريب أفضل من حدة الإبصار عند النظر للبعيد. وكذلك هؤلاء المرضى نجد انخفاض ملحوظ في عملية التكيف، ونجد أيضا أن هناك تحسن في حدة إبصار مرضى الكسل الوظيفي للعين الكسولة في الإضاءة المنخفضة. وقد تتغير نقطة تثبيت النظر على الشبكية في العين الكسولة عند تغيير اتجاه النظر، ففي حالات الحول الأنسي تصبح نقطة التثبيت أكثر تطرفا عند النظر للخارج وتصبح أقل تطرفا عند النظر للداخل. وفي حالات تثبيت النظر اللامركزي يبلغ المريض أنه ينظر مباشرة إلى الصورة التي تقع على منطقة الشبكية اللامركزية. أما في النظر اللامركزية يبلغ المريض أنه ينظر إلى الصورة المجاورة للشيء الذي طلب منه تثبيت النظر عليه. قد يحدث التثبيت اللامركزي في العينين في المرضى الذين لا يعانون من الحول وفي مرضى البقع العمياء بالعينين الناتجة عن أمراض الشبكية. يتم تحديد مساحة مجال الرؤية في العين الكسولة باستخدام مقياس لوحة هيرمان. في العيون الطبيعية تكون حساسية الحدقة للحركة أكبر ما تكون عند سقوط الضوء على مركز الشبكية، بينما عند مرضى الكسل الوظيفي تكون حساسية الحدقة للحركة أكبر عند سقوط الضوء على أطراف الشبكية. يمكن تشخيص التثبيت اللامركزي عن طريق منظار فحص قاع العين. وقت رد الفعل هو الوقت المنقضي بين عرض المنبه البصري والاستجابة الإرادية المرتبطة به، وقد لوحظ أن وقت رد الفعل أطول بشكل ملحوظ عند العين الكسولة. إن عدم الاستقرار في تثبيت النظر من المظاهر الموجودة في مرضى الكسل الوظيفي، وقد تم تسجيل انحراف العيون الكسولة أثناء تثبيت النظر على هدف بصري ثابت. كما لوحظ أيضا أن حركات ملاحقة الصورة المتحركة في العيون الكسولة تكون غير منتظمة ومتشنجة. يمكن قياس مدى قوة الرؤية المجسمة بواسطة جهاز السينوبتوفور، وذلك عن طريق عرض الصور متفاوتة متباينة بحيث تظهر على مسافات عمق نسبي مختلفة، ثم ملاحظة قدرة المريض على رؤية هذه الصور كرؤية مجسمة ثلاثية الأبعاد. ويمكن قياس مدى قوة الرؤية المجسمة أيضا بواسطة شرائح اختبار قياس العمق. وكذلك يمكن قياسها عن طريق لوحة اختبار الذبابة لقياس الرؤية الثلاثية الأبعاد. وكذلك يمكن قياسها عن طريق الصور المجسمة ذات النقاط العشوائية.
ويمكن قياسها ايضا بواسطة اختبار تي ان او، ويستخدم المريض زوجا من النظارات ذات اللون الاحمر والاخضر في هذا الاختبار. كما ابتكر لانج اختبارا جديدا يعتمد على عرض النقاط العشوائية ولكن دون الحاجة الى النظارات للتعرف على الصور المجسمة. واخيرا يمكن استخدام اختبار القلمين على الرغم من بساطته الى حد ما كمقياس مبدئي لوجود او غياب الرؤية المجسمة. يعرف الحول الانسي التكيف الانكساري ذو النسبة الطبيعية بين التقارب التكيفي والتكيف على انه الحول الانسي الذي يختفي تماما في جميع مسافات تثبيت النظر وفي جميع اتجاهات الرؤية عن طريق التصحيح البصري لطول النظر. معظم المرضى الذين يعانون من فرط طول النظر غير المصحح سيحاولون تعديل الصورة الغير واضحة عن طريق زيادة التكيف، والذي سيؤدي بدوره الى تقارب العينين. واذا كان التباعد الدمجي غير كافي لتعويض تقارب العينين وفي وجود نسبة طبيعية بين التقارب التكيفي والتكيف فسوف يظهر الحول الانسي التكيفي. اما اذا كان التباعد الدمجي كافي للتعاون مع التقارب الناتج من الانحراف فسينتج عن ذلك الحول الانسي الكامن. واذا كانت النسبة بين التقارب التكيفي والتكيف نسبة منخفضة فلن يظهر الحول الانسي، لان التقارب الناتج عن التكيف الزائد يكون اقل من الطبيعي. وقد يصاب مثل هؤلاء المرضى بنوع بسيط من الكسل الوظيفي في كلتا العينين نتيجة النقص في حدة الإبصار. وعلاج الحول الأنسي التكيف الانكساري هو التصحيح الكامل لطول النظر المفرط، والذي يمكن قياسه بعد وضع الأطارات المعوقة للعضلات العضوية، وبعد ذلك يتكرر فحص قوة الانكسار دوريا وتعديل النظارات عند الضرورة. إذا تم تقليل الحول الأنسي عند النظر للبعيد بواسطة النظارات وظهر الحول الأنسي عند النظر للقريب، فعندئذ يكون هناك زيادة في مقدار التقارب التكيفي. أما إذا كانت النظارات تقلل جزئيا فقط من زاوية الحول عند النظر للقريب أو النظر للبعيد فذلك يسمى الحول الأنسي التكيفي الجزئي. تتم هذه الأيام مناقشة استخدام الليزك في علاج الحول التكيفي عند الأطفال، وفي هذه المرحلة وعلى حد معرفتنا نعارض هذا العلاج تماما في الأطفال. يتم تعريف الحول الأنسي التكيفي غير الانكساري ذو النسبة العالية بين التقارب التكيفي والتكيف على أنه حول أنسي أكبر عند النظر للقريب منه عند النظر للبعيد، ولا علاقة له بتصحيح الخطأ الانكساري. وسبب هذا الحول النسبة العالية بين التقارب التكيفي والتكيف، حيث ينتج عن ذلك قدر كبير من التقارب التكيفي. ونظرا أن الحول الأنسي عند النظر للقريب هو العائق الأساسي أمام الرؤية الطبيعية بالعينين، فإن العلاج المثالي يكون باستخدام العدسات ثنائية البؤرة. والحول الأنسي ذو التكيف المنخفض لا علاقة له بتصحيح الخطأ الانكساري. وسبب هذا الحول هو محاولة التكيف الزائد للتغلب على نقص التكيف، وينتج عن ذلك التقارب المفرط للعينين، ويكون الحول أكبر عند النظر القريب منه عند النظر للبعيد. الحول الأنسي التكيفي الجزئي وهو الحول الأنسي المتبقي على الرغم من التصحيح الكامل لخطأ الانكسار المفرط. الحول الأنسي الطفولي هو الحول الأنسي الذي يظهر في الستة شهور الأولى من العمر. المظاهر الموجودة دائما في الحول الأنسي الطفولي هي أن زاوية الحول تكون كبيرة وتزيد عن 30 درجة، ويبدأ عادة كحول تبادلي وفي بعض الأحيان كحول بعين واحدة فقط، كما أنه لا توجد أمراض مسؤولة عن الحول بالجهاز العصبي المركزي ولا بالعين، وكذلك يوجد رئة غير متكافئة.
المظاهر المحتملة الوجود في الحول الأنس الطفولي هي الكسل الوظيفي وعدم قدرة العين في التحرك إلى الخارج، والتحرك الزائد عند النظر إلى الداخل، اتجاه العين لأعلى أو لأسفل عند النظر إلى الداخل، وجود حول DVD، وجود رأرأة كامنة ظاهرة أو رأرأة ظاهرة، وميل الرأس. الحول الأنسي الغير تكيفي ذو التقارب الزائد هو حول أنسي يكون أكبر عند النظر للقريب منه عند النظر للبعيد، وتكون النسبة بين التقارب التكيفي والتكيف نسبة طبيعية. الحول الأنسي المكتسب هو الحول الأنسي الذي يظهر بعد 6 شهور من العمر، ولكنه يقتصر عادة على الطفولة، وتكون درجة الحول عند النظر للقريب مساوية لدرجة الحول عند النظر للبعيد. هناك نوعان من الحول الأنسي يحدثان عند مرضى قصر النظر. النوع الأول هو حول أنسي مع عدم القدرة على الحركة إلى الخارج في كلتا العينين، بينما الحركة إلى الداخل تكون طبيعية. النوع الثاني ناتج عن عوامل تقييدية ناتجة عن الحجم الكبير للعين في حالات قصر النظر الشديد. الحول الأنسي المفاجئ يحدث بعد انقطاع الدمج الذي يحدث عند غلق مؤقت لعين واحدة، كما هو الحال في علاج الكسل الوظيفي أو عند إصابة القرنية أو بعد استئصال الكيس الدهني. قد لا نستطيع تشخيص الحول الأنسي شديد الصغر من خلال طرق الفحص العادية، وغالبا ما يتم تجاهله، فقد يكون اختبار الغطاء سلبيا، أو تكون حركة تثبيت النظر للعين المنحرفة غائبة أو صغيرة جدا بحيث يتعذر اكتشافها عند تغطية العين السليمة. الحول الأنسي المرتجع هو شكل نادر من الحول الأنسي، والذي يعود فيه الحول بنفس الزاوية على الرغم من العمليات الجراحية المتكررة. الأسباب الأكثر شيوعا للحول الأنسي الحسي هي تفاوت الانكسار بين العينين، عتامة القرنية، عتامة عدسة العين الخلقي، أمراض الشبكية، وضمور العصب البصري. يحدث الحول الأنسي العكسي نتيجة التصحيح الجراحي الزائد للحول الوحشي. ينقسم الحول الوحشي إلى الأقسام الآتية: الحول الوحشي ذو التباعد الزائد الذي يكون فيه درجة الانحراف عند النظر للبعيد أكبر بمقدار 15 درجة على الأقل من درجة الانحراف عند النظر للقريب. الحول الوحشي الأساسي الذي يكون فيه درجة الانحراف عند النظر للبعيد تساوي درجة الانحراف عند النظر للقريب. الحول الوحشي ذو التقارب الغير كافي الذي يكون فيه درجة الانحراف عند النظر للقريب أكبر بمقدار 15 درجة من درجة الانحراف عند النظر للبعيد. الحول المحاكي للحول الوحشي ذو التباعد الزائد الذي يكون فيه درجة الانحراف عند النظر للبعيد أكبر من درجة الانحراف عند النظر للقريب، ومع ذلك عند تغطية إحدى العينين لمدة طويلة قد تصل إلى 24 ساعة نجد أن درجة الانحراف عند النظر للبعيد تساوي درجة الانحراف عند النظر للقريب. عادة ما يشكو المرضى الذين يعانون من الحول الوحشي الكامن من إجهاد العين وتشوش الرؤية وصعوبات في القراءة لفترات طويلة والصداع وازدواج الرؤية، ويحدث فوبيا الضوء بشكل شائع في حالات الحول الوحشي المتقطع. من المفترض أنه عندما يكون الطفل في الخارج وينظر إلى اللانهاية فلا توجد هنا محفزات بصرية تدعو لتقارب العينين، وضوء الشمس الساطع يبهر الشبكية فتعطل الدمج الحركي بصورة ما، مما يتسبب في ظهور الحول الوحشي، فيلجأ الطفل لغلق إحدى عينيه لتجنب ازدواج الرؤية والتشوش البصري. من الأعراض الأخرى للحول الوحشي المتقطع رؤية الأجسام أصغر من حجمها الحقيقي. المرضى الصغار الذين يعانون من الحول الوحشي يستخدمون التقارب الإرادي للعينين للتغلب على الانحراف عند النظر للقريب، لذلك ينصح بقياس زاوية الحول عند هؤلاء المرضى وهم ينظرون بعيدا على لوحة علامات قياس النظر. في المرضى الذين يعانون من الحول الوحشي ذو التباعد الزائد
نجد أنهم يعانون أيضا من الحول الوحش الكامن عند النظر للقريب، وبالتالي يتم تعزيز الرؤية الموحدة بالعينين مما يقلل احتمال حدوث القمع والكسل. يظهر الحول الوحش المعكوس إما تلقائيا في مريض يعاني من حول أنسي أو نتيجة الإصلاح الجراحي الزائد للحول الأنسي، كما يمكن أن يتغير الحول من أنسي إلى وحشي عفويا نتيجة ضعف الرؤية للعين المنحرفة. الحول الوحش الحسي يحدث نتيجة لفقدان الرؤية أو ضعف الرؤية طويل الأمد في عين واحدة، والذي ينتج عن أخطاء الانكسار أو عتمات عدسة العين والعديد من الأمراض الأخرى للعصب البصري والشبكية. الحول الوحش الطفولي نادر نسبيا، ويبدأ المرض قبل سن 6 شهور، ويكون الطفل بصحة جيدة، ولا يوجد دليل على وجود أمراض عامة أو أمراض بصرية. حالات الحول العلوي المتوافق ليست شائعة، والعثور على مريض لديه حول علوي متوافق له نفس درجة الانحراف في جميع اتجاهات الرؤية وعند إمالة الرأس إلى أي من الكتفين أمر غير معتاد على الإطلاق. ويتم علاج الحول العلوي المتوافق بواسطة المناشير، والتي يجب توزيعها بالتساوي بين العينين، موضع قاعدة المنشور لأسفل أمام العين المرتفعة وقاعدة المنشور لأعلى أمام العين المنخفضة. حول الدي في دي هو من بين أكثر أنواع الحول إثارة للاهتمام والأقل فهما، وعلى الرغم من أن السمات الفريدة لهذه الحالة النادرة تميزها بوضوح عن الأشكال الأخرى لأنواع الحول الرأسي، فقد يكون التشخيص صعبا، خصوصا عندما يكون حول الدي في دي مصحوبا بأنواع أخرى من الحول، وخاصة الانحرافات الرأسية الدورانية. يتميز الحول الأفقي المنفصل بوجود حول وحشي متقطع غير متماثل بالعينين وارتفاع العين إلى أعلى. ارتفاع العين عند النظر إلى الداخل قد يكون في عين واحدة أو العينين، حيث ترتفع العين اليمنى عند النظر إلى اليسار وترتفع العين اليسرى عند النظر إلى اليمين، وأحيانا يكون ذلك مصاحبا للحول الأنسي أو الحول الوحشي، وغالبا ما ترتبط بحول ذو نمط V. قد يحدث انخفاض العين عند النظر إلى الداخل في حالات شلل العضلة المائلة السفلية وشلل العضلة المستقيمة السفلية في العين الأخرى وتليف العضلة المستقيمة العلوية للعين الأخرى. يحدث الحول الدوراني بسبب عدم التوازن بين العضلتين المسؤولتين عن الدوران للداخل، وهما العضلة المائلة العلوية والعضلة المستقيمة العلوية، وبين العضلتين المسؤولتين عن الدوران للخارج، وهما العضلة المائلة السفلية والعضلة المستقيمة السفلية. غالبا ما يصاحب الحول الدوراني أنواع أخرى من الحول، مثل حالات الحول الشللي للعضلات المائلة وحول الدي في دي، وفي أمراض الغدد الصماء، وفي الوهن العضلي المتفاقم، وحول ما بعد جراحة انفصال الشبكية، وفي انحراف المنطقة المركزية للشبكية. يزداد الحول الأنسي بنمط V عند النظر إلى الأسفل ويقل عند النظر إلى الأعلى. يزداد الحول الوحشي مع نمط V عند النظر إلى أعلى وينخفض عند النظر إلى أسفل. يزداد الحول الأنسي ذو النمط A عند النظر إلى أعلى ويقل عند النظر إلى أسفل. يزداد الحول الوحشي ذو النمط A عند النظر إلى أسفل وينخفض عند النظر إلى أعلى. الحول الوحشي ذو النمط X لا يكون هناك أي انحراف أو انحراف صغير جدا في الوضع الأولي، على الرغم من وجود حول وحشي عند النظر إلى أعلى أو إلى أسفل. الحول الوحشي ذو نمط Y يكون هناك حول وحشي عندما تنظر العين إلى أعلى فقط. الحول الوحشي ذو نمط لامدا
حيث يكون هناك حول وحشي عندما تنظر العين إلى أسفل فقط. يتم تشخيص وجود حول ذو نمط AV عندما يكون هناك اختلاف في درجة الانحراف بين النظر لأعلى والنظر لأسفل بمقدار 15 درجة أو أكثر. علاج الحول الأنسي ذو نمط V مع ارتفاع العين عند النظر إلى الداخل، نقوم بضعف العضلة المائلة السفلية مع إجراء جراحة العضلات الأفقية للحول الأنسي كالمعتاد. علاج الحول الأنسي ذو نمط V مع عدم ارتفاع العين عند النظر إلى الداخل، يتم إجراء جراحة العضلات الأفقية لتصحيح الحول الأنسي كالمعتاد مع تحويل مكان العضلة المستقيمة الداخلية إلى أسفل والعضلة المستقيمة الخارجية إلى أعلى. علاج الحول الوحشي ذو نمط V مع ارتفاع العين عند النظر إلى الداخل، نقوم بضعف العضلة المائلة السفلية مع إجراء جراحة العضلات الأفقية للحول الوحشي كالمعتاد. علاج الحول الوحشي ذو نمط V مع عدم ارتفاع العين عند النظر إلى الداخل، يتم إجراء جراحة العضلات الأفقية لتصحيح الحول الوحشي كالمعتاد مع تحويل مكان العضلة السفلية الداخلية إلى أسفل والعضلة المستقيمة الخارجية إلى أعلى. علاج الحول الأنسي ذو نمط A مع انخفاض العين عند النظر إلى الداخل، نقوم بضعف العضلة المائلة العلوية مع إجراء جراحة العضلات الأفقية للحول الأنسي كالمعتاد. علاج الحول الأنسي ذو نمط A مع عدم انخفاض العين عند النظر إلى الداخل، يتم إجراء جراحة العضلات الأفقية لتصحيح الحول الأنسي كالمعتاد مع تحويل مكان العضلة المستقيمة الداخلية إلى أعلى والعضلة المستقيمة الخارجية إلى أسفل. علاج الحول الوحشي ذو نمط A مع انخفاض العين عند النظر إلى الداخل، نقوم بإضعاف العضلة المائلة العلوية مع إجراء جراحة العضلات الأفقية للحول الوحشي كالمعتاد. علاج الحول الوحشي ذو نمط A مع عدم ارتفاع العين عند النظر إلى الداخل، نقوم بإجراء جراحة العضلات الأفقية لتصحيح الحول الوحشي كالمعتاد مع تحويل مكان العضلة المستقيمة الداخلية إلى أعلى والعضلة المستقيمة الخارجية إلى أسفل. علاج الحول الوحشي ذو نمط Y مع ارتفاع العين عند النظر إلى الداخل، نقوم بإضعاف العضلة المائلة السفلية مع إجراء جراحة العضلات الأفقية للحول الوحشي كالمعتاد. علاج الحول الوحشي ذو نمط Y مع عدم ارتفاع العين عند النظر إلى الداخل، نقوم بإضعاف العضلة المائلة السفلية مع إجراء جراحة العضلات الأفقية للحول الوحشي كالمعتاد. علاج الحول الوحشي ذو نمط لامدا مع انخفاض العين عند النظر إلى الداخل، نقوم بإضعاف العضلة المائلة العلوية مع إجراء جراحة العضلات الأفقية للحول الوحشي كالمعتاد. إن تشخيص الحول الشللي حديث الظهور ليس بالأمر الصعب، ويعتمد على وجود نقص حركي في مجال عمل العضلة المشلولة كما هو الحال في شلل العضلة المستقيمة الخارجية اليمنى. والنقص الحركي إما أن يكون كاملا كما في حالات الشلل التام، أو غير كامل كما في حالات الشلل الجزئي. من الأعراض التشخيصية الأخرى للحول الشللي وجود ازدواج الرؤية في مجال عمل العضلة المشلولة كما هو الحال في شلل العضلة المستقيمة الخارجية اليمنى. وفي الحول الشللي تكون زاوية الانحراف الثانوية عند تثبيت النظر بالعين المشلولة أكبر من زاوية الانحراف الأولية عند تثبيت النظر بالعين السليمة.
يصعب تشخيص الحور الشلل العلوي لأنه من الضروري هنا التفريق بين عضلتين رافعتين للعين وهما العضلة المستقيمة العلوية والعضلة المائلة السفلية، وبين العضلتين الخافضتين للعين وهما العضلة المستقيمة السفلية والعضلة المائلة العلوية. وفي حول شلل العضلات الرافعة للعين اليمنى، عندما يقوم المريض بتثبيت النظر بالعين اليمنى التي بها الشلل، فإنه يبذل أقصى جهد عصبي لتحريك العين اليمنى إلى أعلى. ووفقا لقانون هيرينج الخاص بالإمداد العصبي المتساوي، يصل أيضا إلى العضلات الرافعة للعين الأخرى السليمة، مما يتسبب في ارتفاع مفرط للعين اليسرى. في مريض مصاب بشلل العضلة المائلة العلوية بالعين اليسرى، سيكون مطلوبا إمدادا عصبيا أقل من المقدار الطبيعي عندما ينظر إلى أعلى اليمين، نظرا لأن الإمداد العصبي الذي يتدفق إلى العين السليمة اليمنى يتم تحديده بواسطة العضلة المائلة السفلية اليسرى، وهذا يسمى بالشلل المثبط للعضلة المضادة في العين الأخرى. في حالة الحول الشلل العلوي الأيمن، إذا كان الانحراف العلوي أكبر عند النظر إلى اليسار، فإن العضلة المشلولة هنا تكون إما العضلة المائلة العلوية اليمنى أو العضلة المستقيمة العلوية اليسرى. فإذا كان الانحراف العلوي أكبر عندما يميل الرأس إلى الكتف الأيمن، فإن العضلة المشلولة هنا هي العضلة المائلة العلوية اليمنى، هي العضلة المائلة العلوية اليمنى. أما إذا كان الانحراف العلوي أكبر عندما يميل الرأس إلى الكتف الأيسر، فإن العضلة المشلولة هنا هي العضلة المستقيمة العلوية اليسرى. في حالة الحول الشلل العلوي الأيمن، إذا كان الانحراف العلوي أكبر عند النظر إلى اليمين، فإن العضلة المشلولة هنا تكون إما العضلة المستقيمة السفلية اليمنى أو العضلة المائلة السفلية اليسرى. فإذا كان الانحراف العلوي أكبر عندما يميل الرأس إلى الكتف الأيمن، فإن العضلة المشلولة هنا هي العضلة المائلة السفلية اليسرى. أما إذا كان الانحراف العلوي أكبر عندما يميل الرأس إلى الكتف الأيسر، فإن العضلة المشلولة هنا هي العضلة المستقيمة السفلية اليمنى. في حالة الحول الشلل العلوي الأيسر، إذا كان الانحراف العلوي أكبر عند النظر إلى اليمين، فإن العضلة المشلولة هنا تكون إما العضلة المائلة العلوية اليسرى أو العضلة المستقيمة العلوية اليمنى. فإذا كان الانحراف العلوي أكبر عندما يميل الرأس إلى الكتف الأيمن، فإن العضلة المشلولة هنا هي العضلة المستقيمة العلوية اليمنى. أما إذا كان الانحراف العلوي أكبر عندما يميل الرأس إلى الكتف الأيسر، فإن العضلة المشلولة هنا هي العضلة المائلة العلوية اليسرى. في حالة الحول الشلل العلوي الأيسر، إذا كان الانحراف العلوي أكبر عند النظر إلى اليسار، فإن العضلة المشلولة هنا تكون إما العضلة المستقيمة السفلية اليسرى أو العضلة المائلة السفلية اليمنى. فإذا كان الانحراف العلوي أكبر عندما يميل الرأس إلى الكتف الأيمن، فإن العضلة المشلولة هنا هي العضلة المستقيمة السفلية اليسرى. أما إذا كان الانحراف العلوي أكبر عندما يميل الرأس إلى الكتف الأيسر، فإن العضلة المشلولة هنا هي العضلة المائلة السفلية اليمنى. إذا طلب من المريض أن يشير إلى شيء ما في مجال عمل العضلة المشلولة أثناء تغطية العين السليمة، فإن إصبعه سوف يشير إلى ما يتجاوز هذا الشيء، كما هو الحال في شلل العضلة المستقيمة الخارجية اليمنى، ويسمى هذا الاختبار باختبار الإشارة المتجاوزة. اختبار التحريك القصري للعين، فهذا الاختبار يفرق بين شلل العضلات وبين قيود ميكانيكية تمنع حركة العين. فإذا لم نشعر بأي مقاومة لتحريك العين أثناء اختبار التحريك القصري، فمن الواضح أن قلة الحركة هنا تكون ناتجة عن شلل العضلة. للتفريق بين شلل العضلة المستقيمة الخارجية أو شلل العضلة المستقيمة الداخلية وبين القيود الميكانيكية، نضع الملقط في وضعي الساعة 6:12 ونحرك العين إلى الداخل وإلى الخارج. وللتفريق بين شلل العضلة المستقيمة العلوية أو المستقيمة السفلية وبين القيود الميكانيكية، نضع الملقط في وضعي الساعة 3:09 ونحرك العين إلى أعلى وإلى أسفل. يمكن تقدير القوى المتولدة من انقباض العضلة عن طريق تثبيت العين بالملقط بينما يحاول المريض تحريك العين ضد هذا العائق. ويستخدم هذا الاختبار للتمييز بين شلل العضلات وبين القيود الميكانيكية التي تمنع الحركة. فوجود الإحساس بوجود هزة على الملقط، فهذا يشير إلى انقباض طبيعي للعضلة، ومن ثم وجود قيود ميكانيكية توقف حركة العين.
أما إذا لم يكن هناك الإحساس بوجود هزة في المقلط فهذا يشير إلى شلل العضلة. يمكن عن طريق تقدير سرعة حركة العين التفريق بين القيود الميكانيكية وبين شلل العضلة. فإذا كان هناك شلل عضلي فإن سرعة حركة العين في مجال عمل العضلة المشلولة ستنخفض بشكل ملحوظ. أما إذا كان الخلل الحركي ناتجا عن عائق ميكانيكي فإن سرعة حركة العين ستكون طبيعية. في شلل العضلة المستقيمة العلوية تكون العين المشلولة بها حول سفلي، وتكون العين غير قادرة على الارتفاع عندما تكون العين متجهة للخارج، بينما تكون العين قادرة على الارتفاع عندما تكون العين متجهة للداخل. ويكون هناك فرط نشاط في العضلة المستقيمة السفلية للعين المصابة، وفرط نشاط في العضلة المائلة السفلية في العين الأخرى. كما يوجد بالعين المصابة حول دوراني للخارج. كثيرا ما يرتبط شلل العضلة المستقيمة العلوية بضعف العضلة الرافعة للجفون. ونظرا لأن الجفن العلوي يرتفع مع ارتفاع العين وينخفض عندما تتحرك العين إلى أسفل، فهنا يجب التمييز بين ارتخاء الجفون الحقيقي الناجم عن ضعف العضلة الرافعة للجفن وبين ارتخاء الجفون الزائف الناجم عن الحول السفلي. الأمراض المشابهة لشلل العضلة المستقيمة العلوية تشمل أسبابا ميكانيكية تحد من ارتفاع العين مثل التليف العضلي وكسر النظر الشديد والعين الثقيلة والتهاب العضلات واحتلال الغدد الصماء وحدوث كسر في قاع الجمجمة. في حالات شلل العضلة المستقيمة العلوية يكون اختبار التحريك القصري سالبا، ولكن في حالة القيود الميكانيكية التي تمنع حركة العين يكون اختبار التحريك القصري موجبا. من النادر جدا حدوث شلل منفرد في العضلة المستقيمة الداخلية، وفي هذا النوع من الشلل تكون العين منحرفة إلى الخارج نظرا أن العضلة المستقيمة الخارجية المعاكسة لا تقاوم، ولذلك تجذب العين إلى الخارج. ويحدث أكبر انحراف للعين المصابة عندما تحاول العين الحركة إلى الداخل. تشمل الأمراض المشابهة لشلل العضلة المستقيمة الداخلية شلل العين النووي ومرض التباعد التآذري ومتلازمة دوين. في شلل العضلة المستقيمة السفلية تكون العين المصابة بها حول علو في الوضع الأولي مع عدم القدرة على خفض العين عندما تكون العين متجهة إلى الخارج، بينما تستطيع العين الحركة لأسفل عندما تكون العين متجهة إلى الداخل. عندما يثبت المريض النظر بالعين المصابة يكون هناك حول سفلي وارتخاء كاذب في الجفن العلوي للعين السليمة، مما يؤدي إلى حدوث صعوبة في التشخيص. شلل العضلة المائلة السفلية هو أقل العضلات احتمالية للإصابة بالشلل. في الموضع الأولي تكون العين المصابة بها حول سفلي، ويحدث أكبر انحراف للعين عندما يحاول المريض رفع العين إلى أعلى، وتكون العين غير قادرة على التحرك إلى أعلى عندما تكون العين متجهة إلى الداخل، كما يوجد فرط نشاط للعضلة المائلة العلوية. شلل العضلة المائلة السفلية يشبه متلازمة براون، حيث أن الخلل في حركة العين متشابهان تماما، فكلا المرضين يظهران عدم قدرة العين على الارتفاع بينما تكون العين متجهة للداخل. ويعد اختبار التحريك القصري للعين ضروريا هنا للتمييز بين متلازمة براون وشلل العضلة المائلة السفلية. ويكون اختبار التحريك القصري موجبا في متلازمة براون وسالبا في شلل العضلة المائلة السفلية. شلل العضلات الرأسية بعد جراحة المياه البيضاء ويكون مصحوبا بعدم قدرة العين على التحرك لأعلى أو لأسفل مع ازدواج الرؤية. وتحدث هذه المضاعفة بسبب التأثير السمي للتخدير الموضعي على العضلات عن طريق الحقن العرضي للعضلة نفسها أو للعصب الذي يغذي العضلة. عندما يصاب العصب الثالث بالشلل الكامل تكون العين المشلولة بها حول وحشي وسفلي وبها حول دوراني للداخل، مع حدوث شلل للعضلة الرافعة للجفن وارتخاء بالجفن العلوي. وتقتصر حركة العين المصابة على الحركة للخارج فقط وإلى الأسفل قليلا، كما أن العضلات الهضبية للعين تكون مصابة هي الأخرى، مما يتسبب في اتساع حدقة العين وعدم تفاعلها للضوء. في شلل العصب الثالث
قد يؤدي التجديد الشاذ للألياف العصبية الحركية إلى فشل الجفن العلوي في تتبع العين أثناء تحركها للأسفل، مما يؤدي إلى تراجع الجفن إلى أعلى عند تحريك العين للأسفل. في شلل العصب الرابع تكون العين المصابة بها حول علوي، ويكون انحراف العين أكبر ما يمكن عندما تتجه العين للداخل. في شلل العصب الرابع يبين اختبار إمالة الرأس لبلشوفسكي زيادة ارتفاع العين لأعلى عند إمالة الرأس إلى نفس الجانب من العين المصابة. عندما تصاب العينان بشلل العصب الرابع يكون هناك ارتفاع العين اليمنى لأعلى عند النظر إلى اليسار، وارتفاع العين اليسرى لأعلى عند النظر إلى اليمين، واختبار إمالة الرأس لبلشوفسكي يكون إيجابيا عند إمالة الرأس إلى أي من الكتفين، ويكون هناك حول دوراني لخارج بكلتا العينين مع وجود نمط V. لا ينبغي أن يكون تشخيص شلل العصب السادس به أي صعوبات، حيث يكون هناك حول أنسي في الوضع الأولي، ويحدث أكبر انحراف عند محاولة تحريك العين إلى الخارج، ومعظم هؤلاء المرضى يشتكون من ازدواج الرؤية في النظرة الجانبية، ويميل الوجه ويتجه ناحية اتجاه العضلة المشلولة. الأمراض المشابهة لشلل العصب السادس هي متلازمة دوين، الحول الأنسي الخلقي، الشلل الكاذب للعصب السادس، ومتلازمة حجب الرئة. في حالات شلل العصب السادس في العينين قد تكون كلتا العينين بهما حول أنسي مع عدم القدرة على الحركة إلى الخارج. يحدث شكل حميد ومتكرر من شلل العصب السادس عند الأطفال، وعادة ما يتبع التهابات الجهاز التنفسي العلوي أو بعض الأمراض الفيروسية أو بعض التطعيمات. متلازمة موبيس هي شلل خلقي بالعصب السادس بالعينين يصاحبه شلل في الوجه وصغر في حجم اللسان، وغالبا يصاحبه درجات مختلفة من الحول الأنسي، وقد يكون شلل العصب السادس شللا جزئيا أو شللا غير متماثل في العينين. حول الاسكيو هو حول رأسي تبادلي للعينين، حيث ترتفع إحدى العينين وتنخفض الأخرى، وقد يحدث مع أمراض جذع الدماغ أو المخيخ أو أمراض الدهليز الأذني، ويمكن بسهولة الخلط بين صعود العين لأعلى عندما تتجه إلى الداخل أو هبوط العين لأسفل عندما تتجه إلى الخارج في حالات حول الاسكيو وبين فرط نشاط العضلات المائلة. شلل العضلتين الرافعتين للعين هو شلل في العضلة المستقيمة العلوية والعضلة المائلة السفلية، ويكون العين بها حول سفلي مع ارتخاء بسيط في الجفن العلوي، وتكون العين غير قادرة على التحرك إلى أعلى من أي وضع، بينما تتحرك العين طبيعيا في جميع الاتجاهات الأخرى. وعندما يثبت المريض النظر بالعين المصابة ستصبح العين السليمة بها حول علوي، وسوف يختفي ارتخاء الجفن. الأمراض المشابهة لشلل العضلتين الرافعتين للعين هي الكسر الانفجاري في قاع الحجاج، والتليف الخلقي أو المكتسب للعضلات، واعتدال العضلات في أمراض الغدد الصماء. يتم تأكيد تشخيص شلل العضلتين الرافعتين للعين عن طريق اختبار التحريك القصري، حيث يكون سلبيا. شلل العضلتين الخافضتين للعين هو شلل في العضلة المستقيمة السفلية والعضلة المائلة العلوية، ويكون العين بها حول علوي، وتكون غير قادرة على التحرك إلى أسفل من أي وضع، بينما تتحرك العين طبيعيا في جميع الاتجاهات الأخرى. تسبب أمراض المراكز العليا للمخ شللا يختلف شكله باختلاف العضلات المصابة، فقد يحدث شللا يجعل العين غير قادرة على النظر في اتجاهات متعددة اعتمادا على مكان الإصابة. عندما يحدث شلل عضلات العين بسبب أمراض نواة العصب المخي، تصبح العين غير قادرة على الحركة إلى الداخل، كما تظهر الرئة عندما تتحرك العين إلى الخارج. تتميز متلازمة دوين النوع الأول بضيق الفرجة الجفنية وتراجع العين للوراء عند محاولة النظر إلى الداخل ووجود حول أنسي أو عدم وجوده، وعدم القدرة على النظر إلى الخارج، ويكون النظر إلى الداخل طبيعيا،
وكثيرا ما يحدث صعود أو هبوط العين عند النظر إلى الداخل. وتتميز متلازمة دوين النوع الثاني بضيق الفرجة الجفنية وتراجع العين للوراء عند محاولة النظر إلى الداخل ووجود حول وحشي أو عدم وجوده وعدم القدرة على النظر إلى الداخل، ويكون النظر إلى الخارج طبيعيا، وكثيرا ما يحدث صعود أو هبوط العين عند النظر إلى الداخل. تتميز متلازمة دوين النوع الثالث بضيق الفرجة الجفنية وتراجع العين للوراء عند محاولة النظر إلى الداخل ووجود حول أنسي أو وحشي أو عدم وجود حول وعدم القدرة على النظر إلى الخارج أو النظر إلى الداخل، وكثيرا ما يحدث صعود وهبوط للعين عند النظر إلى الداخل. تتميز متلازمة براون بعدم القدرة على رفع العين إلى أعلى عند النظر إلى الداخل، ولذلك فهو يتشابه مع شلل العضلة المائلة السفلية، ولكن يمكن التفريق بينهما بواسطة اختبار التحريك القصري. متلازمة الالتصاق هي تشوهات خلقية لعضلات العين الخارجية تلتصق فيها أغرفة العضلة المستقيمة الخارجية والعضلة المائلة السفلية والعضلة المستقيمة العلوية والعضلة المائلة العلوية. المرضى الذين يعانون من هذه المتلازمة يعانون من الحول السفلي وعدم القدرة على رفع العين إلى أعلى، ويكون اختبار التحريك القصري إيجابيا. الحول المثبت هو حالة نادرة يتم فيها تثبيت إحدى العينين أو كلتيهما في وضع النظر إلى الداخل أو وضع النظر إلى الخارج، أي أنه يوجد حول أنسي ثابت أو حول وحشي ثابت، والعين المصابة بهذا الحول لا تتحرك ولا يمكن تحركها حتى باستخدام اختبار التحريك القصري. كما يكون هذا النوع من الحول ملازما لبعض الأمراض مثل قصر النظر الشديد المعروف باسم قصر النظر المثبت. سبب الحول في حالات قصر النظر الشديد هو عدم التناسب بين حجم الحجاج وحجم العين الكبير عند هؤلاء المرضى، والعين المصابة يظهر بها الحول الأنسي وتظهر تقييدا عاما للحركة في اتجاهات نظر متعددة. كما يظهر اختبار التحريك القصري تقييدا لحركة العين في اتجاهات عديدة. يتميز التليف الخلقي لعضلات العين الخارجية بحول سفلي لإحدى العينين أو كلتيهما، وارتخاء ملحوظ للجفن العلوي وارتفاع الذقن وتقارب العينين في محاولات النظر إلى الأعلى أو إلى أي من الجانبين. حول الغدة الدرقية هو مرض التهاب المناعة الذاتية الذي يسبب تقيد في حركة العين أو العينين، ويتميز بعدم القدرة على رفع العين إلى أعلى وعدم القدرة على حركة العين إلى الخارج. ويحدث هذا الحول بسبب اعتلال في العضلة المستقيمة الداخلية والعضلة المستقيمة العلوية، وتكون العضلة المستقيمة الخارجية هي أقل العضلات تأثرا بهذا المرض. مرض التهاب العضلات الحجاج الحاد ينتمي إلى مجموعة من الأورام الكاذبة الحجاجية، ولا تزال مسبباته غامضة حتى اليوم على الرغم من افتراض أنه أحد أمراض الجهاز المناعي. ويتميز هذا المرض بتقييد حركة العين في مجال عمل العضلة أو العضلات المصابة. الحول الميقاتي هو نوع نادر من أنواع الحول الذي يصعب تفسيره، حيث يظهر هذا الحول ويختفي تبعا لمواقيت محددة التي عادة ما تكون إيقاعية كل 48 ساعة أو كل 24 ساعة. نقص الدمج الحركي المكتسب هو عدم القدرة على الدمج الحركي عند تقارب العينين أو تباعدهما، وذلك يحدث بعد إصابات الرأس وجلطات الأوعية الدموية الدماغية والأورام داخل الجمجمة، وأحيانا بعد جراحات المخ. كسور أرضية الحجاج أو ما يعرف بالكسور الانفجارية، حيث تتذلى مكونات الحجاج مثل الدهون واللفافات العضلية والعضلة المستقيمة السفلية والعضلة المائلة السفلية إلى غار الفك العلوي، أو قد يصبح جزء من هذه الأنسجة أو كلها مسجونا في موقع الكسر. وتحدث هذه الكسور قيودا ملحوظة على حركة العين، خاصة رفع العين إلى أعلى أو إلى أسفل أو كليهما. ويظهر اختبار التحريك القصري محدودية رفع العين إلى أعلى أو إلى أسفل. في كسور الجدار الداخلي الحجاجي يكون النظر إلى الخارج محدودا أو حتى غائبا، ويظهر اختبار التحريك القصري أن العين لا يمكن تحركها إلى الخارج. رأرأة العضلة المائلة العلوية هي عبارة عن رأرأة دورانية وسفلية تحدث في عين واحدة،
وتتميز هذه الرئة بتذبذبات دورانية ورأسية عالية التردد أثناء الإصابة. الوهن العضلي المتفاقم هو مرض مناعي ذاتي مكتسب يؤثر على النهايات العصبية العضلية، حيث ينخفض فيها عدد مستقبلات الأسيتيل كولين. ويتميز هذا المرض بارتخاء الجفون في عين واحدة أو العينين، واضطرابات في حركة أي من عضلات العين أو كل العضلات. واختبار كوجان يعد تشخيصا مفيدا لهذا المرض، فعند النظر بسرعة وبشكل متكرر من الأسفل ثم إلى الوضع الأولي، سيرتفع الجفن العلوي بشكل مفرط لفترة وجيزة، وقد يرتعش عدة مرات. الشلل العضلي المتزايد هو اضطراب تدريجي نادر يؤثر على حركة العينين وكذلك على العضلة الرافعة للجفن. يتميز هذا الشلل العضلي المتزايد بارتخاء الجفون في العينين ونقصان حركة العين في جميع اتجاهات الرؤية. قصور تقارب العينين يظهر في حالات طول النظر الشديد وفي حالات قصر النظر أيضا. فالمرضى الذين يعانون من طول النظر الشديد الذي يتجاوز 5 أو 6 ديوبتر يبذلون القليل من الجهد أو لا يبذلون أي جهد للتكيف. أما أولئك الذين يعانون من قصر النظر فليست هناك حاجة للتكيف أصلا. قد يحدث قصور تقارب العينين أيضا بعد ارتداء نظارة ثنائية البؤرة في بداية طول النظر الشيخوخي. يعتمد تشخيص قصور تقارب العينين على تراجع مسافة أقرب نقطة للتكيف ونقص تقارب العينين عند النظر للقريب. يوجد الحول الوحش الكامن عند النظر للقريب في المرضى الذين يعانون من قصور تقارب العينين. يمكن علاج قصور تقارب العينين باستخدام منشور قاعدة للداخل. في حالة شلل تقارب العينين، على الرغم من أن حركة العين إلى الداخل تكون طبيعية، إلا أن المريض يكون غير قادر على تقارب العينين، والتكيف قد يكون طبيعيا أو منخفضا أو غائبا، وقد تكون الحدقة لا تعمل أيضا. وفي بعض المرضى قد لا تضيق الحدقة عند تقارب العينين ولكنها تضيق عند التعرض للضوء، ويطلق عليها في هذه الحالة اسم حدقة أرجاي روبرتسون المعكوسة. في حالة تقلص عضلات تقارب العينين عند مطالبة المريض بتثبيت النظر على صورة مثبتة عن قرب أمام العينين، نلاحظ أنه بعد إزالة الصورة تبقى العينان في وضع التقارب. يتميز قصور تباعد العينين بوجود الحول الأنسي المتقطع أو الحول الأنسي الدائم عند النظر للبعيد، ووجود ازدواج الرؤية عند النظر للقريب وعند محاولة الدمج الحركي للصورتين. كما يتميز قصور تباعد العينين بقصور شديد في الدمج الحركي للصورتين سواء عند النظر للبعيد أو النظر للقريب. يمكن علاج قصور تباعد العينين باستخدام منشور قاعدة للخارج. في حالات شلل تباعد العينين يكون هناك ازدواج الرؤية غير المتقاطع عند النظر للبعيد، وتظل زاوية الحول دون التغيير عند النظر للخارج. وعندما يتم تقريب صورة من المريض تقترب الصورتان من بعضهما البعض ويتم دمجهما أخيرا عندما تصبح الصورة على مسافة 25 إلى 40 سنتي من العينين. الرراءة الخلقية هي تذبذب مترافق إيقاعي في العينين ويحدث في شكل ظاهر أو شكل كامن. الأسباب الشائعة للرراءة الخلقية الظاهرة هي العتامة الخلقية لعدسة العين والمياه الزرقاء الخلقية ومتلازمة الدون وقصر النظر الشديد للعصب البصري والمعق الصبغي للعين. أما الرئراء الحسية فتحدث نتيجة عدم القدرة على وصول الصورة إلى الفوفيا نتيجة الأمراض التي تصيب المسار البصري الأمامي. رراءة الأمراض الحسية تكون دائما ثنائية وأفقية، وغالبا ما تكون من النوع البندولي الذي تتأرجح فيه العينان بسرعة متساوية في كلا الاتجاهين، بينما رراءة الأمراض الحركية تكون بسبب خلل في مراكز أو مسارات التحكم في حركات العين. إسبازبز نيوتنز عبارة عن رراءة أفقية ذات سعة صغيرة عالية التردد تحدث في أحد العينين أو كلتيهما،
وتكون مصحوبة برقرقة في الرأس، وتحدث في حالات أورام العصب البصري والأورام الدبقية التصالبية ومتلازمة سلة الفارغة أو كيس المسامي بالدماغ. تتميز الرقرقة الخلقية بانحراف بطيء للصورة بعيدا عن الفوفيا متبوعا بحركة تصحيح سريعة. تحدث الرقرقة الظاهرة بنفس التردد بغض النظر عما إذا كانت كلتا العينين مفتوحتين أو عين واحدة مغلقة، بينما في الرقرقة الكامنة الظاهرة تظهر الرقرقة فقط عند غلق إحدى العينين. في الرقرقة الظاهرة يجب قياس حدة البصر بعين واحدة وقياسها بالعينين معا، وعادة ما تكون حدة البصر أقوى بالعينين من حدة البصر بعين واحدة. في المرضى المصابين بالرقرقة تكون حدة البصر عند النظر للقريب أفضل بشكل كبير من النظر للبعيد. يستطيع بعض المرضى الذين يعانون من رقرقة خلقية ظاهرة تقليل الرقرقة عن طريق الإمداد العصبي لتقارب العينين، ويعرف هذا النوع من الرقرقة باسم الرقرقة الخامدة بتقارب العينين. وإخماد الرقرقة يتم عن طريق إمداد عصبي لإحدى العينين أو كلتيهما ليتخذ وضعا يمكن أن يقلل أو يقمع الدافع العصبي الذي يسبب الرقرقة. يؤدي الحفاظ على العين في وضع النظر الجانبية عن طريق الإمداد العصبي المستمر للعضلات المشاركة في النظر الجانبية الرأسية أو المائلة إلى تقليل الرقرقة. عادة ما تتحسن حدة البصر عند مرضى الرقرقة عند اتجاه العينين للنظر الجانبية، وبالتالي تظهر وضعية غير طبيعية للرأس، فقد يتحول الرأس إلى عين من الجانبين أو مائلا نحو كتف واحد، أو قد يتم رفع الذقن أو خفضها اعتمادا على الوضع الذي تقل فيه الرقرقة. الجامع بين الحول الأنثوي الطفولي مع الرقرقة الكامنة أو الظاهرة يعرف باسم متلازمة سيانسيا.